مساء الخير واهلا بكم في المصري افندي 360، وبرحب النهارده بالزميله العزيزه اللي هي اصلا ممثله بارعه من افسنه مصر الاولى، والجانب بقى اللي انتم ما تعرفوهوش ان هي مثقفه ومعنيه بالشان العام وتصلح يعني زعيم المعارضه او الاغلبيه هي قادره طبعا في مجلس النواب، زميلتي العزيزه هيدي كرم. اهلا هيدي. اهلا بيك. اصلح كمان زعيم العصابه، يعني كل اصلح حاجة. كل الاشياء شايفك تطلعي بكذا منظر يعني. لا يعني انا برحب بيك طبعا، ومشرفني ان انا معاك هنا النهارده في البرنامج، وطبعا احب اعزي استاذ خير واقول له البقيه في حياتك وطولة العمر ليك ان شاء الله، وتنور تاني الشاشه قريب جدا باذن الله. واحب اقول لك ان المنافسينات كلهم بيسلموا عليك وبيقولوا لك، يعني كنت حابه اجيبهم معايا بس خفت على الحلقه الحقيقه. ربنا يكفينا شر النفسانه والمنافسينات يعني. اهلا بيك. طيب لازم تحدي في الاول عشان تحسسي الناس ان انت هتقولي خطبه يعني خطبه تاميم القناه. امبارح اتكلمنا على العمل العام واختيار الوزراء في مصر. عندنا ازمه فعلا، ان مفيش حد عايز يبقى وزير، مفيش حد عنده استعداد يكون هو ماديا بياخد في هيئه دوليه مبلغ كبير بالدولار، ياخد ال 30,000 جنيه ويتشتم وطول النهار على السوشيال ميديا يبقى محل سخريه، ولاده يشوفوا الكلام ده والصحف والاعلام ويطلع على النيابه بعد كده، او يطلع على بيته، او لو كمان في مشكله في القانون ان المستشار ما ينفعش يرجع القضاء تاني، يعني انا لو خدت واحد عنده 40 سنه مسكت وزير ما ينفعش يرجع تاني، وغيره وغيره من الحاجات او المعوقات اللي مخليه ناس كتير قوي بتهرب من العمل العام. النهارده النائب خالد يوسف تصدر كل المواقع الاخباريه، القبض على خالد يوسف يهرب المخدرات، خالد يوسف مش عارف يحمل ايه، خالد صحينا فجأة الموضوع الراجل معاه علبة فيها 100 قرص زانكس. عشان بس نبسط، الزانكس أنا شخصياً بضرب 2 زانكس وأنا طالع الصين بصحى بعد 3 أيام. يعني هو مهدئ ومنوم ومصر كلها شغالة زانكس، الله ينور. عشان بس جوه الجدول. ما أنا جاي لك بس أشرح لك. هو السؤال، هل اللي حصل ده حصل عشان خالد يوسف زي ما بيتقال ومواقفه السياسية ومواقفه مش عارف إيه، وهل لأن هو مشهور وقال إن دي ضريبة العمل العام؟ وهل لو مواطن عادي مسكوا معاه علبه دواء هيطلع للنيابه ويتصور في المطار ويطلع على النيابه وفي النيابه مش عارف ايه والصحفيين يروحوا له والكلام ده كله، هل ده كان طبيعي لو خالد يوسف ده مواطن عادي؟ ده طبيعي؟ لا طبعا. لو كان الاستاذ خالد يوسف، مع كل الاحترام والتقدير ليه والمواقف والاراءه اللي انا شخصيا بحترمها، انت طالما ارتضيت انك تكون اولا نجم ومخرج وبتشتغل في العمل العام ونائب، فاذا انت وسياسي، فاذا انت قدوه لناس كتير قوي، قدوه لناس ليها اهتمام سياسي، وقدوه لناس مهتمه بالفن ومهتمه بافلامك وبتشوف ان انت ليك راي وفكره على المستوى الفني والسياسي. فاذا انا ارتضيت ابقى محطوط في المكان ده تحت السبوت لايت، يبقى لازم اخد بالي من كل خطوه واعرف ان الغلطه بفوره. يعني اي حد ممكن يغلط غلطه عاديه، بس انا لو في مكاني وغلطت نص الغلطه دي، وبنشوفها على فكره مع نجوم كتير قوي بتكبر جدا جدا، لان احنا عايشين في عصر السوشيال ميديا، فاحنا لازم نحط ده في الاعتبار. طب هو الزانكس انت بتتكلمي كان الراجل كان بيهرب حاجه فعلا؟ لا، في الاخر الزانكس ده 100 قرص زانكس، انت لو فتشتي الشعب المصري هتلاقي نص انتاج العالم من الزانكس عندنا في البيوت. يعني انا عارفه، انا مش بدافع عن خالد يوسف، انا بطرح تساؤل، انا يعني مش الفكره مش موضوع شخصي خالص. هل النهارده العمل العام اصبح قيد على صاحبه؟ هل النهارده اي واحد هو طول عمره على فكره قيد على صاحبه، بس النهارده بقى زياده لان السوشيال ميديا بتفضح كل حاجه في نفس اللحظه، فهو طول عمره قيد ومسؤوليه، بس هو النهارده بقى قيد ومسؤوليه اضعاف اضعاف، لان انت دلوقتي مراقب 24 ساعه على 24 ساعه. وبعدين انا عايزه اقول لك حاجه ثانيه، الزانكس النهارده ما تقدرش تصرفه الا بروشته هنا وفي اي حته في العالم، مش بس هنا، انت هنا بتصرف الزانكس او بتروح للصيدلي اللي على اول الشارع وعلى ناصيه البيت وعلى مش عارفه ايه عشان صاحبك وتعرفه ظبطني وبيظبطك شريتين زانكس، شريتين ثلاثه، علبه اثنين، حسب انت بقى ومدى صداقتك بيه. لكن هو في الحقيقه انت ما تقدرش تصرفه قانونا غير بروشته. ايوه، هو سؤال يعني، هو الراجل ماشي افترضنا كده في حاجه اسمها روح القانون، يعني انت لقيت راجل زي ده سيدي ما تصفرهوش، انت يا عم عارف الكلام ده في حسن نيه ولا في سوء نيه، اعمل في المطار محضر يعني، بس المنظر العام مش حلو ان انا اخد راجل وارحله على النيابه عشان 100 قرص منوم. وبعدين النهارده مشكلتنا عارفه يعني، النهارده دلوقتي النائب خالد يوسف نزل بيان على صفحته بيشكر الناس اللي وقفوا جنبه ويقولوا ان المشكله خلصت وان الدكتور جاب روشته منه وكله تمام يبقى المشكله خلاص انتهت. ايه ده كله بقى؟
على فكره وصمتيه. عارفه النهارده بعد 10 سنين ممكن واحد يقول لك اه ده خالد يوسف كان عنده قضيه مخدرات. فاكر لما وقع في المطار صاحبك كان في المطار. مش صح. الموضوع بقى قاسي. احنا كلنا معترفين ان الموضوع بقى قاسي، بس ده علينا كلنا على فكره، مش على استاذ خالد يوسف بس. والله مش عارف، انا شايف ان بجد موضوع ازمه. انت مفيش حد عايز يبقى وزير. الناس خايفه. مين هيبقى وزير؟ انا ابقى وزير ليه؟ ايه اللي يعني قولوا لي ميزه ان الراجل اللي ينزل بيته يبقى وزير؟ الراجل ده استاذ جامعه محترم باشا وبينزل من بيته وقت ما عايز ويروح والعياده شغاله. حياته الشخصيه لطيفه وحياته فيها خصوصيه. عشان انت لو هتبقى وزير النهارده وفي الظروف دي فده واجب وطني. يعني في ناس لسه لغايه النهارده عندها وطنيه، وفي ناس لسه لغايه النهارده مؤمنه بالوطن ومؤمنه بفكره التضحيه للوطن. زي ما في ناس بتحارب الارهاب بره على حدودنا، في ناس النهارده مؤمنه ان حتى لو هي هتبقى وزيره لمده سنه هتعمل اللي تقدر عليه واللي يمليه عليه ضميرها عشان تخدم الوطن لو قدرت. يا مدام هدي، انت بتتكلمي كلام حلو بس الواقع غير كده. طبعا هو خدمه الوطن وكلنا نخدم بلدنا ويعني ناكل ترابها كده ماشي، بس لما تحرقي 172 وزير من الثوره لغايه النهارده في 6 سنين، اكيد يعني اللي هيجي ده مش عبقرينه. يعني ما هو اول حاجه يعني النهارده انا لما اجي اجيب وزير صحه اكيد هو مش هيحط في دماغه ان العشرة اللي فاتوا كانوا مش فاهمين حاجه. هو بقى اللي هيعرف هيقول لك لا يا عم دي خربانه انا مش همسكها، اوجع دماغي على ايه. هو بصراحه عدد يعني الرقم اللي انت 172 ده برضه عدد مرعب شويه في 6 سنين. يعني احنا بنفرم كتير. مفيش بلد دوبتها، مفيش غير الزمالك بيدوب مدربين ومصر بتدوب وزراء. يعني دول الحاجتين في مصر اللي بيدوبوا. الناس بقت تهرب على فكره. طبعا فكره ان انت تبقى وزير بقى بدل ما هو تايتل يبسطك ويحسسك بالفخر، بقى تايتل يرعبك وعايز تعتذر عنه باي شكل. انت فاكره زمان احمد رجب مصطفى حسين عبده مشتاق، كانت نكتة عبده مشتاق دي كلنا نضحك عليها واحنا صغيرين، اللي قاعد جنب التليفون ومستني الاستدعاء ومحضر البدلة. فيلم معالي الوزير العبقري احمد زكي لما طبعًا جاله استدعاء وبقى وزير بالصدفة وكمل، وكانت مقاييس غريبة اياميها للوزارة. فين الكلام ده؟ مش لاقيين وزراء. انت عارفة التشكيلة اتأجل تاني عشان مفيش حد موافق تاني. يعني قالوا طب ادونا اسبوع، طب ادونا اسبوع. لا وبعدين في حاجة تانية، لو انت جازفت وقررت انك تبقى وزير في مشكلة كبيرة جدا، انه الوزراء بيخافوا ياخدوا قرارات الايدي المرتعشه قويه، بياخدوا قرارات اساسيه حتى لو كان الامر جاي من الرئاسه او من سياده الرئيس. هو بيخاف لانه خايف يتسال اي مساءله قانونيه، يتحط في اي مواجهه، لانه بيقول لك انا مهما قعدت انا مش هلحق اعمل حاجه، انا قاعد سنه وكبيري ماشي، فليه اعمل قرار او اخد قرار ممكن اسال عليه بعد كده. فحتى بقى في ايدي مرتعشه، يعني انا مش عايز ابقى وزير ولو اضطريت ببقى خايف. طب ده مش حل على فكره. انت عارفه امبارح كان معانا رئيس جمعيه مكافحه الغلاء او مواطنين ضد الغلاء الاستاذ محمود العسقلاني، فبيقول لي في الفاصل بيقول لي اعظم وزير تموين شهادته مصر دكتور خالد حنفي. وشوفي خالد حنفي فين النهارده. طبعا كامل الاحترام لقرارات النيابه، انا مش بدافع عن خالد حنفي. اوعي اوعي بس بقى انت هتقف في شارع عملك وانا ماليش دعوه. اوعي ترجعي نفسنا وتقولي لهم كان بيدافع عن خالد حنفي ولا اعرفه. لا 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 كل خير. اللي بقوله ان الراجل على عهده يعني العهده على الراوي ان هو بيقول ان خالد حنفي كان وزير شاطر وكان عامل حاجات كويسه. النهارده خالد حنفي في النيابه وغيره وغيره وغيره. طبعا ده ليس دفاعا على الفساد، الفاسد يتقطع رقبته طبعا، بس بقت مرعبه. طبعا مرعبه لاي حد، بس احنا فترة صعبة لازم نعترف. ناخد مداخلات معانا. استاذ محمد من السعودية اهلا بيك. السلام عليكم. سلامة وبركاته. لو سمحت انا مواطن سعودي دخلت مصر في 21/9/2015 كويس، وكان معايا 50,000 دولار وانا سجلت بها وعملت بها بيان الاقرار وختمته من الجمارك ومن الجوازات ساعة وصولي. تمام؟ تمام. وبعد كده كنت عايز اشتري حاجات لعيلتي في مصر اللي هي في الساحل الشمالي او حسب الاعلانات اللي بنشوفها عن المنتجعات الى اخره. ما توفقتش ورحت وجيت كذا مره، وجيت معايا عيالي ورحنا مرسى علم ورحنا شرم ورحنا الساحل الشمالي، لكن ما توفقناش. في 12/4 في 4/12/2016 جيت بعد ما يعني بعد ما الحكايه من يعني فلوسي مركونه وانا مش قادر اعمل بيها اي حاجه، فجيت خارج بيها. خرجت في 4/12 رحت على بعد فصلت المغادره، رحت للجمارك اديتهم وريتهم ان انا معايا 50,000 دولار ومعايا الاقرار كويس. مسك الاستاذ المسؤول في الجمارك مسك الاقرار، سال كذا واحد هو الاقرار ده ليه تاريخ صلاحيه او ليه معدلات يعني هي يصلح لكم سفره،
قال له ما حدش عارف لحد ما لقوا واحد كلموه في التليفون قال لهم ده صالح لمده 6 شهور وسفره واحده. كويس؟ فقالوا لي لا انت كده الاقرار اللي معاك ده انتهى مفعوله. قلت له طيب انا اعرف من فين انتهى مفعوله اذا كان ما فيش اساسا عليه اي اشاره سواء الاقرار ده باللغه العربيه او بالانجليزيه بتقول ان هو صالح لسفره واحده. طب فندم معلش يا استاذ محمد استاذن حضرتك ايه المطلوب بالظبط؟ يعني انت عايز تخرج الفلوس دي ترجعها بلدك؟ انا كنت راجع بفلوسي بموجب الاقرار اللي معايا ان انا دخلت الفلوس دي بالاقرار وخارج بيها بنفس الاقرار. قالوا لي ان الاقرار ده انتهى مفعول. انا بكلم حضرتك على مشكله قد ما يكونش ليها تاثير شخصي قد ما يكون هياثر على السياحه العربيه لحاجه واحده ان السياح العرب غير السياح الاجانب هم الوحيدين اللي بيجيبوا معاهم فلوس. حضرتك لو وصلت رساله الوصول في جميع المنافذ بتبص تلاقي حضرتك ان مفيش اللوحات اللي بتقول ان اللي معاه اكتر من 10,000 دولار وداخل بيها لازم يعبي اقرار. تمام ده رقم واحد. وانت خارج لو انت معاك اكتر من 10,000 دولار برضه مفيش لوحات موجوده تقول ان الفلوس اللي انت لو خارج باكتر من 10,000 دولار ولم تثبتها هتتصادر منك او اي حاجه. في ظل الضبابيه هذه استاذ محمد فكره حضرتك وصلت بس برضه اقول لحضرتك تعليق. يعني انا مثلا كنت بروح تركيا ومفيش يفط ولا في اي حاجه واللي معاه اكتر من 10,000 دولار كان بيتصادروا منه مش يعني لدرجه بياخدوهم منه في المطار لازم يتنازل عنهم. فطبعا حضرتك عندك كل الحق ان لازم يعلن عن الكلام ده ولكن برضه في دايما قواعد في كل البلاد تخص العمله الصعبه يعني غالبا المسافر بيطلع عليها. لكن طبعا فكره حضرتك وصلت تمام يا فندم. معانا حد تاني؟ معانا الفنان الاستاذ المخرج خالد يوسف النائب البرلماني. اهلا يا استاذ خالد. الو ايوه استاذ خالد اتفضل يا فندم. اتفضل يا سياده النائب. اهلا بيك يا فندم. اتفضل. اهلا يا استاذ خالد. سياده النائب النهارده الواقعه احنا كنا بنتكلم على واقعه المطار ممكن حضرتك يعني في روايه سريعه اللي حصل كان ايه بالظبط؟ اللي حصل ان زوجتي بتتعالج من ارق ومن صداع نصف مزمن عند الدكتور هشام حتاته الطبيب الامراض النفسيه والعصبيه وبيديها دايما لما بيجي لها الاتاك او يعني نوبه الصداع المزمن ده بيديها دواء اسمه زانكس. الدواء ده في عرف الاطباء واسمه العلمي مهدئ مش منوم حتى يعني مهدئ بتاخده قبل النوم بساعة كده بيساعدك على النوم فقط يعني يعني بيقلل الآلام شوية. فالدواء ده طول عمره مهدئ والدكتور أحمد عكاشة بنفسه طلع النهارده على أكثر من برنامج واتكلم على إن هذا الدواء اسمه مهدئ واللي يسميه مخدر ما يعرفش في الطب يعني. أنا معلوماتي إنه ده مهدئ بتاخده بقالها سنين يعني بقالها أكثر من 6-7 سنين يعني. وبالتالي لما كلمت الدكتور هشام واشتكت له قال لها ابعتي لي بس خالد ياخد روشتة ويصرف بيها الدواء. فبالفعل رحت له وخدت منه الروشتة وصرفت الدواء وخدته في شنطتي عادي جدا. وانا بدخل المطار اصلا انا بتعامل كمواطن مش كنائب خالص عمري ما استخدمت لا حصانه ولا غيره وبدي شنطتي تتفتش ويعني بلتزم بحدودي كمواطن يعني ولاني انا مش مخالف في حاجه يعني. فأمين الشرطه لقى الاشعه بتقول ان في دواء هنا فقال لي افتح ممكن تفتح الشنطه قلت له اتفضل فتحها طلع الدواء وقال لي ده مدرج قلت له مدرج ايه ده مهدئ مش يعني ما عنديش اي معلومات ان هو مدرج يعني فقال لي لا مدرج ونادى الضابط والضابط قال لي لا ده بالفعل مدرج ورحنا عملنا محضر وتحولنا النيابه حكيت الواقعه للنيابه والنيابه طلبت الروشتة وطلبت الطبيب المعالج وطلبت الصيدلي اللي صرف الدواء وبالفعل استدعيتهم وبالفعل الاثنين جم واكدوا على صدق روايتي واتاكدت من الجوازات ان مراتي فعلا في باريس وانا رايح لها من شهاده التحركات في الجوازات وتاكدوا من كل حاجه انا حكيتها بالضبط وبالملي يعني انها مظبوطه ومن ثم يعني اخذ السبيل النيابه بلا اي ضمان والموضوع خلص يعني. طب اقول لحضرتك حاجه يا استاذ حضرتك ساعتها ما عرضتش التنازل عن العقار ده مثلا قلت لهم خلاص يا جماعه انا ما كنتش اعرف الجدول ومش عايزه ده العقار 46 جنيه بيه لا مش قصدي يعني انا بتكلم ان هو الموضوع
هل قانونا اي واحد بيسافر بمنوم بيروح من المطار على النيابه ولا دي حاجه استثنائيه؟ ده مش منوم، ده مهدئ كمان. مهدئ مش منوم يعني. مش دي المشكله، انا بقول لحضرتك هو هل لو اي واحد غير الاستاذ خالد يوسف كان داخل المطار مع المهدئ ده طبيعي انه يقف ويروح نيابه ويطلع من نيابه بالليل؟ القانون بيقول، ده اللي عرفته النهارده، القانون بيقول ان ما دام مدرك في فئه به لازم يكون مصحوب بشهاده من الدكتور او روشته من الدكتور معتمد. فهي دي الفكره، ان انا ما كانش معايا الروشته، فهم لما اطلعوا على النيابه ما اتفقت على الروشته واقوال الطبيب ما بقاش في موضوع، ما بقاش في سمة مخالفة يعني. طب عايز اسال حضرتك، تفتكر ان الضجة الاعلامية الفظيعة اللي حصلت دي كان هتحصل لاي شخص عادي، ولا عشان حضرتك نائب ومخرج معروف وفنان وليك اراء معارضة يعني في ضجة كبيرة؟ لا بكل تأكيد الضجة دي كلها يعني بسبب شخصية الشخص اللي في الحادثة نفسها يعني. لاني بيتهيألي كل يوم بيحصل، عارفة ان احنا دايما بنجنح لتصديق المؤامره وتصديق فيا ده راجل معارض وده راجل بينتقد الدوله او بينتقد الحكومه وما وافقش على برنامج الحكومه وبيقول على تيران وصنافير مصريه فبيرسلوا ودنه. فده دايما الناس مياله لتصديقه يعني. وانا لو كنت عايز ابقى شهيد ولا بطل كنت ممكن اقول الحاجه دي مش بتاعتي والشرطه هي اللي حطها لي مثلا يعني. لكن انا ما بعملش بطولات زائفه. الحاجه في اول من اول ثانيه قلت دي بتاعتي وبتاع مراتي وبحوزتي ومعايا ما يثبت انها بحوزتي بسند قانوني، وعشان الغي فكره اي حد ممكن يزايد على فكره ان الدوله بتضطهدني او الدوله بتدبر لي مؤامرات. استاذ خالد خليني اسال حضرتك سؤال مباشر شويه يعني، هل شايف ان اللي بيحصل مع النائب هيثم الحريري سواء في واقعه المرتب لشركه البترول والنواب وما يحدث مع حضرتك النهارده وما شابه، هل فعلا في ثمة ضغوط معينة بتحصل على النواب المعارضين، ولا هي يعني فوبيا عند الشعب او صورة الشعب متخيلها؟ لا بص اقول لحضرتك، من ناحية ان في حملة تشهير بتكتل 25-30 100% مين بيديرها مين بيقودها انا ما عنديش ادلة، وبالتالي انا لا اتهم احد، لكن في حملة تشهير بتكتل 25-30 لمواقفه في البرلمان ولمواقفه الوطنية بشكل عام والانحياز للعدالة الاجتماعية الى اخر المواقف اللي بيتبناها، وبالتالي انا لا استطيع ان انا اتهم حد، لكن اقر ان هناك حملة تشهير في مسلسل تشهير بي انا شخصيا بادئ بقاله اكتر من سنة في وسنه بأحمد الشرقاوي ثم تلته بهيثم الحريري، وفي استهداف حقيقي اعتقادا منهم ان دول لازم يفقد مصداقيتهم عند الناس عشان يبقى كلامهم ملوش لازمة يعني. اعتقد ده واضح لكل ذي عين، وفي بعض المواقع وبعض وسائل الاعلام بتستخدم ده بشكل حريف يعني. النهارده معالجات بعض وسائل الاعلام وتناولها للخبر بينت بشكل يعني ده وصلوا ان انا معايا هيروين ومعايا حشيش وتاجر مخدرات يعني، وصلوها لحاجات كبيره جدا، كل ده محاوله تشويه بلا ادنى شك يعني. مين اللي بيدير التشويه ده انا لا استطيع ان انا اتهم احد على وجه الدقه يعني، لكن في ناس لها مصلحة في هذا الوطن ان الشعب ده ما ياخدش حقه. طب موقف حضرتك موقف حضرتك ايه بقى من المواقع دي اللي نشرت اخبار مبالغ فيها ومش حقيقية ومصحوبة بالاكاذيب، يعني موقفك ايه من المواقع دي؟ هتاخد موقف قوي عشان توقفهم عند حدهم او يعني حتى تردعهم كمان تحمي الاخرين منهم؟ دايما انا اميل لان الشطط يصحح نفسه، لان اللي انا بعتبره النهارده في غير صالحي بكره يبقى في صالحي، بمعنى ان حريه الصحافه وحريه الاعلام قد يحدث فيها بعض الشطط ما فيش كلام، وقد يحدث فيها بعض التجاوزات اللي تضر واحد زيي، بس انا رايي احسن من ان احنا نقفل المنافذ كلها ومحدش يقدر يتكلم. فانا مستعد اتحمل الشطط ومستعد اتحمل ضرائب مواقفي، لكن مش مستعد اتحمل ابدا غلق وسيله اعلاميه او عقاب صحفي حتى على رايه اللي هو بتصور ان هو يقع تحت طائله القانون. استاذ خالد كان حوارنا في الانترو على صعوبه التصدي للعمل العام في ظل السوشيال ميديا او الضغوط اللي زي دي، يعني النهارده ما حدش عايز يبقى وزير والحكومه عماله تاجل موضوع الوزاره، وكذلك برضه نواب مجلس الشعب تحت المجهر بشكل مرعب. هل انت نادم على العمل العام او الاتجاه للعمل العام؟ والله انا مش نادم، لاني لو ما كنتش دخلت
العمل العام وانا كان لدي امال بان انا اصنع فرق، كنت دلوقتي همدم واقول والله انا لو كنت دخلت كنت هصنع فرق. فانا الان بعتقد ان انا عملت اللي يمليه عليا ضميري. و الو، ايوه مع حضرتك، اتفضل يا فندم. عملت ما يمليه علي ضميري تجاه وطني، شاركت في الثورة 25 يناير ثم 30 يونيو ثم صناعة دستور مصر ثم برلمان الثورة، وحاولت بقدر الإمكان أن أنا أحول أحلام الشعب ده من كلام من شعارات لنصوص دستورية ثم لواقع على الأرض. نجحت بنسبة قد إيه؟ فشلت بنسبة قد إيه؟ أنا بعتقد التاريخ يحكم، لكن أنا مش نادم على أن أنا تصديت للعمل العام على الإطلاق. انا كنت هبقى نادم لو انا شايف ان البلد بتتاخر وانا كان عليا دور ان انا اعمله. فانا عملت كل ما املكه، وحتى لو ما عملتش فرق خالص يبقى عملت اللي عليا. طب بعيدا بقى عن السياسه، خلينا نرجع للاصل والفن والجمال والابداع. يعني حضرتك بقالك مده متوقف وحرم الجمهور وحرم الناس من فكر ورؤيه مختلفه تماما في افلامك، محدش قدر يعملها بعد ما انت توقفت. بصراحه بمنتهى الصراحه، مش ناوي ترجع قريب؟ يعني حتى يبقى عندنا فرصه، يعني فرصه كده يا ست ناوي خدها يعني اي حاجه يعني هيدي كرم ممثله يعني، فلو اي فيلم مع احنا جاهزين يعني. اي حاجه لا باذن الله راجع هدي، وباذن الله يكون في حاجه يعني تليق بالناس، ان انا ما اضيع لهمش ساعتين من وقتهم، اعمل لهم ساعتين يضيفوا لوقتهم ويعني يسريهم، ما يبقاش يبقى مضيعه لوقتهم يعني. وقريب جدا هرجع يعني، انا بجهز بالفعل مسار رجوعي ازاي في ظل مسؤوليات البرلمانيه ان شاء الله باذن الله. استاذ خالد يوسف عضو مجلس النواب والمخرج المعروف، ونشكرك شكرا جزيلا، ويا رب تكون اخر الزنكس يعني. انا عن نفسي هبطل الزنكس ده خالص. انا رايي كده، خلي بالك على نفسك. قرص في الرحلات الطويله يا عم، خليني اضرب اي حاجه ينسوني، هدي اعصابي بتاع لبن بنيرفع كده. لا ممنوع بقى. وانت بقيت مشهور دلوقتي، لا لازم تاخد بالك قوي من تحركاتك وبلبعاتك خالص. انا عايز اخد بالي من البلبعات. طيب ما وصلناش برضو لنتيجة نهائية، هل أنت شايفة أن العمل العام حاليا منفر وطارد للكفاءات؟ هو مرهق ومخيف وموتر جدا، لكن كل واحد حسب قوته. شغل نفسنا، شغل الستات بتاعكم ده، ما شغل هنا في برنامج توك شو محترم وجاد. هل النهاردة أنت لو عرضوا على هدي كرم تبقى وزيرة الثقافة بكرة هترضي؟ لا طبعا هخاف يا أستاذ. مش كنت وطنية من خمس دقايق؟ أنا وطنية بس جبانة يا أستاذ. شفتي؟ عايزة هو عايز حاجة فينا نتكلم ونفتح صدرنا وإحنا مصر طول ما إحنا قاعدين وساعة الجد. لا والله معلش. طيب معانا مداخلة تليفونية، معانا أستاذة سهير من الجيزة. ألو؟ ألو، دكتورة سهير من الزمالك. الدكتورة سهير، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي. اهلا بيكي يا مدام هدي، وازيك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا فندم. الحقيقه انا عجبتني مدام هدي في كلامها قوي. بالنسبه للشخصيه العامه. الشخصيه العامه فعلا ضروري تبقى ملتزمه وحاسبه كل خطوه بالنسبه لها، وده معروف من قديم الازل يعني. صح. ف يعني وبعدين معروف برضو ان الزانكس ما بيتصرفش الا بعلاج وروشيتا. صح. برضو نبقى حياديين ومش منفعلين عشان الاستاذ خالد. على فكره يا فندم انا مش منفعل والله، انا بطرح الفكره ما بين او لا، انا ما بقولش ان دي وجهه نظري. انا هقول لحضرتك حاجه. اتفضلي. برضو كل شخصيه عامه حتى ترامب شفنا في الانتخابات اتهاجم هجوم شرس شرس من كل حتى الجرايد والاعلام وكل الكلام ده، فده ما ينقص من الشخصيه الوطنيه انه يؤدي دوره لمصر، لان احنا كلنا نفسنا مصر تقع. طبعا مفيش حاجة اسمها أصل أنا باخد وأصل أنا مركزي، أنا إعلامية سابقة. أخدت بال حضرتك؟ وياما بيتنا في الجورنال عشان خاطر مصر والنكسة بتاعت 67.
وغيره. أمال الرجالة بتوعنا اللي قاعدين 24 ساعة في رملة وحرارة تحت الصفر وما بياخدوش بياخدوا ملاليم، دول الرجالة. بس أنا بحيي مدام هدي، والمفروض إن إحنا نهذب نفسنا شوية وما نديش مبررات للخطأ، كفايه علينا كده. شكرا جزيلا يا دكتوره. شكرا يا دكتوره، فكرتك وصلت يا دكتوره، متشكرين. جبت نفس الكلام اهو، شفت بقى عجبك كده؟ عشان بعد كده تاخد بالك من كل كلمه بتقولها. بعد كده الواحد يخلي باله بقى. بصي، عارفه مشكلتنا بننفر من الراي الاخر بشكل تخويني على طول، انت ضدي يبقى انت متخاذل وعميل ومتآمر. وبعدين المشكله ان احنا حاطين كتالوجات، يعني انت مع ده يبقى لازم تبقى ضد فلان وعلان وترتان، قلبت في النص يبقى انت يبقى انت بقيت طابور خامس، يبقى انت عميل ماسوني مش عارف ايه. بس يعني هو الطابور الخامس ده كان طول عمره بالنسبه لي يعني علامه استفهام كبيره، يعني بالنسبه للطابور الاول والثاني والثالث والرابع مين هم بقى؟ مره واحده ظهر الخامس ده، مره واحده تصدر المشهد. مين الطوابير اللي قبل كده؟ الطابور الخامس ده كان محتل ايام احتلال المانيا لباريس في الحرب العالميه الثانيه. انا فاهمه، بس هي فكره المصطلح. لا احنا في مصر سيبنا الطوابير كلها ومسكين في الخامس. في الخامس. وبعدين بس انا برضو هرجع واقول لك حاجه، احنا يعني لازم نعترف انه العمل العام بقى لود جامد جدا على اي شخص هيقرر انه يبقى في العمل العام. اللي هيقرر يبقى في العمل العام لازم يعرف انه بقى يعني اترهبن زي الرهبانه كده، ان انت حياتك لازم تبقى في اطار بتضحي فيه بكل حاجه عشان الغلط غير مسموح بيه، لان بصراحه الرأي العام بقى شرس جدا. انا مش مع، انا معاك عايكي. بقى شرس جدا. اقفي بقى وحطي خط تحت، ده اللي انا قصدي عليه. انا معاك، احنا بقينا قاسيين قوي على بعض في الغلط. يعني النهارده مثلا، امبارح الشيخ سالم عبد الجليل ده دخل مثلا معانا في مداخله كان ليه وقع لما قال ان الرسول عليه الصلاه والسلام هيتجوز السيده مريم في الجنه، موضوعه انتهى. يعني الراجل ابهرني بشياكه الاعتذار، خلاص يعني الراجل قال لك انا لو كذا كذا خلاص. احنا لازم، انا معترفه معاك ان احنا بقينا شرسين جدا. يعني خالد يوسف النهارده طلع قال لك حصل وما حصلش. لا، وكان كل واحد قاعد ورا السوشيال ميديا ده ملاك ما بيغلطش. بالزبط. يعني هي دي المشكله كمان، ان انت جادجمنتال جدا على الناس وفي حين ان انت مليان اخطاء، فبص لنفسك الاول. عارفه انت جادجمنتال دي لو قلتيها هتودي في داهيه. طب اطلع فاصل احسن. جادجمنتال دي لو عادات تؤكد انك طابور خامس. اعتبرني بقى ما قلتش حاجه. بصي، نطلع فاصل مع جادجمنتال والفنانه هدي كرم. بعد الفاصل معانا ضيف مش يعني، طيب ما احنا يعني هفاجئك بموضوع، في ضيف عنده 50 مليار دولار جاهزين وقتي هيعمل فيهم ايه؟ على الترابيزه. مهر ده ولا شبكه؟ هنشوف معانا الضيف المستشار سامح صدقي بعد الفاصل، وهاشتاج الحلقه بيع الجنسيه المصريه، هاشتاج يخوف يا ماما. بعد الفاصل، سامح عادل صدقي مستشار اقتصادي ورئيس حكومة الظل الوفدية، تولى صدقي عدد من المناصب القيادية للكيانات المالية خارج مصر، منها رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني للاستشارات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس شركة البيت الأبيض المالية، كما عمل رئيس استثمارات بنك أبوظبي الوطني، ورئيس استثمارات بنك قطر الوطني، ونائب رئيس الاتحاد العربي لاستثمار رأس مال المخاطر. ويملك صدقي عدد من الخطط والأفكار التي يتم وصفها أنها خارج الصندوق، ومنها فكرة منح الجنسية المصرية مقابل وديعة في البنوك لحل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد. لم يستطع المخرج الراحل محمد خان إخفاء فرحته كالطفل الصغير عندما حصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي في 19 من مارس عام 2014 بعد معاناته مع 4 أنظمة مصرية مختلفة ومتعاقبة. هذه الواقعة ليست سوى مثال بسيط عن حجم وقيمة الجنسية المصرية التي كانت وما زالت حلم يراود الكثيرين من الذين ولدوا وعاشوا سنوات عمرهم على أرضها، وكان آخرهم الفنانة لطيفة والتي تقدمت بطلب للحصول على الجنسية المصرية معتبرة ذلك بأنه حلم حياتها. هذا الحلم قد يتحول إلى حقيقة خلال الفترة القادمة
بعد أن ترددت أنباء عن تقدم الحكومة بمشروع قانون إلى مجلس النواب حول منح الجنسية المصرية مقابل ودائع تحدد قيمتها وزارة الداخلية، وذلك في خطوة لجذب المستثمرين الأجانب إلى مصر، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل مجلس النواب، وهاجم أعضاء المجلس الحكومة رفضاً لما أطلقوا عليه بيع الجنسية المصرية، وهو ما تفاعل معه رواد السوشيال ميديا رفضاً للمشروع. وأمام هذا الرفض خرجت الحكومة متمثلة في متحدثها الرسمي السابق لتعلن إنه ليس بيعاً أو منحاً للجنسية، وإنما منح حق الإقامة في البلاد للمستثمرين أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية لمدة 5 سنوات، وأنه يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية بعد انتهاء مدة الإقامة. ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، بل تبنى عدد من الخبراء الاقتصاديين فكرة الحكومة باعتبارها فكرة خارج الصندوق ويمكن أن تساهم في حل أزمة النقد الأجنبي، خاصة أن من يرغبون في الحصول على الجنسية يمارسون حياتهم على أرض الواقع في مصر، وقد تشهد الأيام القادمة المزيد من الأحداث حول الجنسية المصرية. طبعاً هو العنوان صادم وكلمة تخوف، بيع الجنسية المصرية، وده طبعاً بيجن على الوتر الوطني ونقاء العروق الملكية اللي عندنا، والكلام ده كله بيخلينا ننفر من الكلمة. ولكن تركيا من أقل من شهر أعلنت عن نفس الفكرة، ليها ضوابط أو امتيازات للمستثمرين وتشجيعهم على الحصول على الجنسية التركية مقابل الاستثمار. وما كانتش تركيا أول دولة تعمل كده، لا، ده إنجلترا، كندا، أمريكا، مالطا، دول كتير جدا، قبرص، البرتغال، كل الدول دي بتمنح هذه الامتيازات عشان تجذب مستثمرين. الموضوع ده ما له وما عليه النهارده هنطرحه مع ضيفنا المستشار سامح صدقي. اهلا وسهلا استاذ مصطفى. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، شرفت. حضرتك كنت طرحت الفكره دي وعملنا مداخله مع بعض وقلنا ان شاء الله لما تيجي من السفر بالسلامه هتشرح لنا الفكره ما لها وما عليها، يعني هي تخوف في ايه وناجحه في ايه وايه الانتقادات اللي عليها. طيب يعني نبتدي نمسك نقطه، لان في ناس طبعا كتير قوي متخوفه من الموضوع دوت على اساس انه ممكن اسرائيليين يدخلوا، ممكن جنسيات يعني ضد مصر تخش كتير في الفتره، بما اننا فتحنا بيع الجنسيه حسب ما هم بيتكلموا. عايز اوضح ان هو مش بيع خالص، هو منح للجنسيه المصريه. ايه الفرق ما بين البيع والمنح؟ البيع ان انت اي حد هيتقدم بشروط معينه من حقه ان هو يحصل على الجنسيه المصريه. انا بقول لا، القانون او القرار يعني مشروع القانون اللي قدمها الحكومه للبرلمان ما بيقولش كده خالص، بيقول في الاول يا جماعه اقامه بلس، مش كل واحد هيقدم بالشروط ديت هياخد الجنسيه المصريه. منح يعني بختار المناسب ليا والمناسب مع ظروفي، هو دوت اللي بديله، بمنحه الجنسيه المصريه بعد فتره اقامه معينه في مصر، وبعد ما هو يحط وديعه ماليه بالدولارات لسه ما اتحددتش قيمتها، بتساعد الاقتصاد المصري ان هو ينهض في الفتره القادمه. لو حضرتك تعرف انه مثلا عندك في مصر هنا هوت حوالي 5 مليون مواطن عربي عايشين في مصر من بعد الربيع العربي، ما بين سوري وليبي وعراقي، مقيمين هنا في مصر، عراقيين بقى لهم 20 سنه واكثر من ايام حرب غزو الكويت وحرب العراق وبتاع في التسعينات، وقاموا وتوطنوا هنا في مصر وخلاص. الليبيين نفس الحكايه، بعد الحرب عندهم والازمات اللي عندهم جم في الساحل الشمالي وقاعدين بمئات الالوف عايشين في مصر مقيمين، وما اعتقدش ان هم في الفتره القريبه العاجل يعني هيرجعوا بلادهم. ونفس الحكايه بالنسبه للسوريين، خصوصا زي ما كنا بنتكلم قبلها بعد قرارات ترامب الاخيره دي، طبعا هتسبب لهم مشكله اكبر في ان هم يسافروا او يروحوا او ييجوا. طب احنا ايه المشكله عندنا؟ دول ناس مقيمه في مصر ووضع قائم وهيفضلوا مقيمين في مصر، طب ما تقنن وضعهم بطريقه مظبوطه. في أيوه. منهم بس معلش هقطع كلامك ثانيه، في فرق ما بين بيع الجنسيه لاي حد عايز يجي يستثمر فلوس او يحط فلوس عشان ياخد جنسيه، وفي فرق ما بين حدي الجنسيه وهمنحها لشخص مقيم بقاله سنين يستحقها لان مصر بقت وطنه. مظبوط. بالتالي ده فرق هنا المشكله الاساسيه. انا مش فاهم الحته دي. يعني المشكله مشكله الخوف الناس من كلمه بيع او منح الجنسيه لاي مستثمر جاي من بره او اي حد هيدفع فلوس مقابل الجنسيه، غير الناس مش هتهاجم فكره ان في شخص مقيم بقاله 20 سنه ومصر بالنسبه له وطن، طبيعي من حقه ياخد الجنسيه ساعتها. من حقه ان هو ياخدها. القانون المصري الحالي الماده رقم 15 بتدي الحق لكل من اقام في مصر مده 10 سنوات متتاليه
ان هو يحصل على يقدم بالطلب الحصول على الجنسيه المصريه، ومن حق وزير الداخليه انه يمنحه او يرفض منح الجنسيه. نفس الحكايه بالظبط، هي هتبقى بدل ما هي 10 سنوات هتبقى 5 سنوات، وهم اوريدي مقيمين بقالهم 20 سنه يعني. ما هو ده اكتسب الجنسيه يعني باقامته في البلد خلاص يعني. طب ليه بنعقد الامور وليه بنحاول ان احنا نديها صوره اكبر من الصوره؟ طب سياده المستشار خلينا نتكلم بالارقام. انا سمعت رقم 50 مليار دولار ده مينيمال، قلت الحقونا بالوقت بالموضوع ده انا اعرضه. ده بقول لحضرتك اقل شيء. طب اشرح لي بقى الجدوى الاقتصاديه ماشي. يعني خلينا نتكلم على 100,000 واحد من 5 مليون، افضل 100,000 واحد. مش بتكلم بس اللي معاه فلوس على فكره، بتكلم على انه يكون راجل عنده مصانع هنا في مصر، عنده مشاريع علميا اجتماعيا ثقافيا، بتعمل فلتر، بتقعد تظبط نفسك ان انت تشوف افضل الشخصيه ديت اللي هو يتناسب مع ان هو انت من شرف بتتشرف بانه هو وبتشرفه انه هو اضافه للبلد، اضافه للبلد وبتمنحه الجنسيه. فبنتكلم على 100,000 واحد بنص مليون دولار، 50 مليار دولار لو ضربتها بالكالكوليتر كده، 100,000 في نص مليون دولار دخل جيب الحكومه المصريه 50 مليار دولار. حضرتك قاعد بتعمل مشاورات وقاعد رايح جاي مع صندوق النقد عشان 12 مليار او 13 مليار. انا بقول لحضرتك ان في خلال شهر او شهرين بالكثير هيتقدم لك اكتر من 100,000 بكثير. طيب برضه هل الامن عنده من يعني مش عايز اقول من الخبرات، هو عشان ما تبقاش كلمه يعني ثقيله، بس هل انا اقدر امنح الحق ده لوزاره الداخليه لوحدها يعني تقيم الطلب اللي متقدم لها وتفلتر وتستبعد فلان وتاخد علان؟ هل في آلية للكلام ده؟ أكيد وزارة الداخلية هتبقى ملصقة مع المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن الوطني، كل الجهات الأمنية في مصر هتكشف على الرجل دوت. بعدين في حاجة برضو عايز أضيفها، أنه يعني أنت مش محتاج تقدم على الجنسية عشان تعمل عمل إرهابي، استحالة. يعني انا لو راجل ارهابي مش هفكر استحاله، مش عايزهم يشوفوني اصلا، مش عايزهم يعرفوني، هيشوفوا عني وهيشوفوا مين ابن عمي ومين جوز خالتي ومين جوز عمتي، مش عايز يبقى ليا وجود. هيجيبوا العيله بتاعتي كلها ويشوفوا اذا كان في حد فيهم قاعده ولا داعش ولا اي حاجه، هيستبعد على طول يترحل من البلد. فانا مش عايز ان انا اكشف كده هوت نفسي لو انا ارهابي، فاستحاله ان انا هتقدم. اتنين، حضرتك عارف القانون بيقول لك في الماده 15 بيقول لك انه من حق وزير الداخليه سحب الجنسيه المصريه من اي واحد اكتسبها، ده القانون الحالي، في خلال مده 10 سنوات، 10 سنين لو ارتكب اي فعل مخل بالشرف او بالاداب او ان هو اشترك في جمعيه ضد مصر خرج او عن القانون، هو خرج عن القانون، كل الكلام ده موجود في القانون بتاع الجنسيه. احنا معانا الماده 15 على الشاشه على فكره، ان خلال 10 سنوات من منح الجنسيه ممكن تتسحب منه. بالظبط، فحضرتك متخيل انه خلاص، فانت بتطمن انه بقى لو خدها بالغش والتسديس، لو قدم لك بيانات كاذبه من حقك ان انت تسحبها منه. فانت خايف من ايه؟ انت عندك اوريدي 10 سنين كاملين بعدها، حتى يعني في الاول هتكشف عليه لمده 5 سنوات، وبعدها كمان ب10 سنين لو هو خدها بالغش او بالتدليس او ارتكب اي جريمه مخله بالشرف هتسحبها منه، او راح اشتغل في اي يعني دوله معاديه لمصر، كل دوت بيحميك. فما فيهاش اي مشكله خالص، والناس مكبراها وبتقولك بيع بيع. يا جماعه مش بيع، اتفقنا ان هو منح، لانه البيع معناه ان اي حد هيتقدم. واضح ان مصر جابت جون. يا مصر رب جابت الحمد جون. لله الحمد لله يا جماعه الحمد لله، يبقى نخلص موضوع الجنسيه ده خلاص كده. مبروك كهربا كهربا، هدف الفوز يا رب وعبال البطوله ان شاء الله. يا رب. طيب هل حضرتك بتقول ان دلوقتي على اقل تقدير انه 100,000 شخص مينيمم اجنبي، آه، لو كل واحد دفع نص مليون دولار 50 مليار تمام، مين قال لنا ان ال 100,000 شخص دول يملكوا النص مليون دولار من ال 5 مليون المقيمين في مصر؟ من ال 5 مليون يعني مش عندك 100,000 واحد منهم معاه. على فكره احنا عندنا كتير قوي يعني عايشين حياه متواضعه جايين مصر، 90% منهم، 90% من دولت هقول لك ان هم متواضعين، و10% طب هسالك سؤال في رايك يعني 500,000 ال 10% دول لا انا ممكن في رايك الجنسيه مين اكتر جنسيه هيبقى معايا؟ لا هي معروفه دلوقتي، هم الليبيين الراجعين والسوريين والعراقيين الليبيين. وبعدين دولت جيراننا واولاد عمنا وطول الوقت عايشين اوريدي في مصر يا جماعه، هم عايشين اوريدي عندك في مصر، فليه ما قننلهمش وضعهم؟ حتى بلاش عشان اريحهم مش 100,000، خليهم 50,000 واحد يعني 25 مليار دولار. لا حضرتك قلت 50 معلش. لا احنا طمعنا على فكره، احنا مش هنتنازل على يعني انا بتكلم على انك مش خسرانه حاجه. لا طب انا هسال حضرتك سؤال من طريقه او بطريقه ثانيه، هل تعتقد ان الجنسيه المصريه تحمل من الاغراءات ان هي تدفع فيها الرقم ده؟ لا يعني معلش انا لو عندي التركي، انا مواطن هندي وقدامي التركي وقدامي الاوروبي اللي هي زي مثلا مالطا ومصري، هل هسيب دول وهاخد المصري؟ هقول لحضرتك ليه؟ في منهم ناس كتير قوي توطنوا هنا في مصر وعملوا مشاريع اوريدي هنا في مصر ومش عايزين ان هم يروحوا يعيشوا في واعرفهم،
يعيش في دول اوروبيه يقول لك انا خالتي ولا عمتي ولا بنتي هتروح تعيش في كندا ولا تروح تعيش في... لا مش هترتاح ولا هتتبسط. انا مبسوط هنا في مصر ومرتاح هنا في مصر والريدي، انا عندي استثماراتي في مصر. اللي يوديني اتشحطط اروح في امريكا، اروح امريكا اقعد لي اسبوعين ثلاثه، اروح كندا اقعد لي اسبوعين ثلاثه وخلاص. لكن ما اقدرش ان انا بس الباسبور الاوروبي هيفتح لي ابواب الجنه. وفي منهم معاهم باسبورات تانية على فكره كتير عشان تبقى عارف، يعني اوريدي انا اعرف ناس معاهم باسبور كندي ومعاهم اقامه في اسبانيا ومفروض هو هيحصل على الجنسيه في خلال بالنسبه لي انا واستثماراتي اوريدي هنا في مصر. ايه المشكله بتاعتكم؟ انا مش فاهم اشمعنى اسبانيا على طول قالت لي اقامه بعدها هدي لك، وكندا بعد 3 سنين راحت مدياني الباسبور الكندي. انا يعني هم مستغربين من انه احنا الصعوبه في ايه، في ايه احنا اوريدي مقيمين عندكم اوريدي عندي مصانعي هنا اهوت وبشغل عمال وبدفع ضرائب وكل حاجه. كل دولت بيقول لك طب انت ايه مشكلتك؟ يعني انا مش شايف لحد دلوقتي ان هي يقول لك هيغير الهويه المصريه. يا جماعه بنتكلم احنا 90 مليون او 100 مليون واحد، 100,000 واحد هيغير الهويه المصريه بقى. احنا قوية قوي، احنا بنسيطر على اي حد. مين اللي عمل مصر الجديده؟ البرمكه ده كان راجل مش بلجيكي وهو ماشي اخذ معاه مصر الجديده وهو ماشي اخذ معاه ده هو اندفن في مصر الجديده. ايه المحاذير يعني النهارده؟ الموضوع ده نسمع ان او الحكومه علمنا ان الحكومه قدمت مشروع بالظبط. طب المعترض ايه اوجه الدفوع او يعني بيتكلم في ايه؟ بيع الهويه المصريه، وصلنا ان احنا بنبيع الجنسيه المصريه، هتغيروا من الديموغرافيه المصريه. يعني انا ببقاش فاهم هما بيقولوا ايه. هنتكلم دلوقتي يا جماعه فان انت هتاخد يعني ناس كويسه قوي اخلاقهم محترمه، مش مجرد ان هو معاه فلوس. انا ما بقولتش من اول لحظه انه مش فقط انه ناحيه ثقافيه واجتماعيه وتعليميه وماديه وكل حاجه، ورجل اعمال او رجل اقتصاد. يقول لك في الاخر ممكن يجي رئيس جمهوريه اساسا ممنوع عند مزدوج الجنسيه يبقى رؤساء جمهوريه اصلا من الاساس يعني، هو اوريدي عنده جنسيه تانية فخلاص ممنوع عليه ان هو يقدم على الجنسيه، وفي نفس الوقت لازم يبقى من ابوين مصريين فاولاده مش هيبقوا اوريدي كمان. طب ممكن واحد يقول لحضرتك طب عندك مثلا اديني 5 اسماء بكره لو فتحنا الموضوع ده يروحوا يدفعوا النص مليون دولار؟ لا عندي كتير قوي، عنده اسماء، عنده لسته طويله. لا لا ما اقدرش اقول الاسماء غير اسمهم بس يعني بس عارف ناس جاهزين بكره يدفعوا بكره الصبح. طب انا عايز اسال حضرتك الاف بكره الصبح، اذا الهجوم كان شديد وشرس على الناس المقيمين في مصر بقالهم عشرات السنين، فلما حضرتك اقترحت فكرة ان المستثمر اللي عايز يجي يستثمر بالزبط وياخد الجنسية، عملوا ايه بقى اذا الاقتراح؟ يعني انا شايفة اللي مقيم بقاله 20 سنة في مصر وعشر ما روش الفكرة المشروع بتاعي ولا بتاع الحكومة اصلا، مجرد هو سمعها فرفضها، فرفضها من قبل ما يتكلم، لانه هو بالنسبة له طبعا امر صعب جدا ان انت تيجي تقولي له في لحظة هنبيع جنسية. لا انا ما ببيعش جنسية مصرية، كلمة البيع ديت التصقت بيها فكل واحد حاطط في دماغه ان هي بيع. يا جماعة مش بيع، دي منح الجنسية. الحكومه من حقها انها ترفض وتقبل اي واحد بدون ابداء الاسباب. زي بالظبط حضرتك لو رايح تقدم على انك تسافر لندن او باريس، مش بتقدم على تاشيره وتروح، بتروح بعد كده يقول لك ليه اترفضت؟ يقول لك ريفيوزد خلاص مرفوض انتهينا. طب حضرتك كلمني عن التجربه مثلا التركيه، هي الاحدث تم فيها ايه لغايه النهارده خلال اول شهر من الضوابط دي؟ بص على حضرتك قول لي الاول بدا الطرح بتاعت الفكره من مننا للاسف الشديد واتنفذت امتى؟ اخذوا الفكره مننا هنا امتى بقى بداوا اخذوا الفكره؟ شهر سبتمبر، شهر سبتمبر، شهر سبتمبر وبداوا التنفيذ النهارده. بداوا التنفيذ من حوالي اقل شهر، احنا بنتكلم عن سرعه رهيبه في التفكير والتنفيذ والتطبيق. حضرتك لو تقري الافكار بتاعتهم بالظبط هي اللي كانت متقدمه الحكومه مني من حوالي هي نفسها بالمجرد هو سهلها اكتر. والزبون بتاعه هو الزبون بتاعي بالزبط. هو الليبي والعراقي والسوري برضه هم الاقرب له جغرافيا بالظبط. بس هو اخذ قرار لانه قال لك انا عايز اجيب فلوس. حضرتك دي دخل يعني كندا لحد النهارده بتعتبرها دخل قومي بالنسبه له، انه بتطلب كندا بانك انت تستثمري بس يعني بطريقه كمان يعني اللي هو بتشتري بونز او بتشتري اوراق ماليه كنديه لمده 5 سنوات بدون فوائد، بترجع لك الفلوس في الاخر بتقول لك عشان اعمل بيها مشروع مثلا قناه السويس، اعمل بيها مشروع الانفاق، اعمل بيها مشروع الكباري، ان انت بتقدمي خدمه وطنيه للبلد. على فكره يعني قانون الجنسيه المصري بيدي الرئيس الجمهوريه الحق بمنح الجنسيه المصريه لاي شخص ادى خدمات جليله لمصر. من ضمن البنود بتاعت الجنسيه هنا ماده 5 انه من حق رئيس الجمهوريه منح الجنسيه لاي شخص قدم خدمات زي بالظبط. شكل شرفي يعني بالظبط. زي برضه هتكلمني عن تركيا بالارقام. الأرقام خلال الشهر الاول حققت ايه؟ 160 الف واحد في اول اسبوع او اول 10 ايام. 160 الف طلب الجنسيه. ده بيفكرني بالشهادات لما ترفض. النهارده اخر حاجه مكتوبه ان هم مقدمين محاصلين واصلين 360 الف واحد في خلال شهر مقدمين على الجنسيه التركيه. طيب معانا اتفضل اتفضل. لا اتفضل حضرتك. اللي انا سمعت عنه ان هو تم لحد دلوقتي اختار 40 الف واحد او اكتر بقبولهم ان هم يحصلوا على الجنسيه التركيه.
وان هم بيقدموا دلوقتي خلاص الاجراءات الروتينيه بتاعتهم العاديه انه يحصل على الباسبور مقابل المتطلق. مقابل مادي قد ايه؟ نص مليون دولار او استثمارات ده نفس الرقم يعني هو يعني هو هشوف الارقام ولا طيب ناخد اللواء كمال عامر رئيس لجنه الامن القومي سياده اللواء مساء النائب مساء الخير يا فندم الو ايوه سياده النائب مساء الخير اهلا بيك مساء الخير يا فندم اهلا وسهلا اهلا بسعادتك يا فندم المستشار سامح صدقي بيطرح مشروع مش عايز اقول بيئه جنسيه عشان الكلمه دي صادمه شويه هو حوافز لمنح الجنسيه للمستثمرين في مصر نعم تعليق نعم. حضرتك ايه على القانون او الفكره نفسها اولا هي هذه هي فكره استثماريه دخلت في مغالطه مع ما يسمى بيئه جنسيه وهي تشوه صوره بلدنا وهي ليست حقيقيه هي القانون وده معمول فيه باكثر من 19 دوله من دول العالم وهو ناحيه استثماريه وهي اسمها اساسا الاقامه بوديعه الاقامه بوديعه وليست بيئه جنسيه ولكن ان هناك جنسيات مختلفه ومن يعني من شعوب مختلفه اغلبهم من البلدان الشقيقه لينا او الصديقه لينا في ابنائها بيوم مصالح في مصر وبيرغبوا في الاقامه في مصر في بلاد قبلنا عملت ذلك ان هي لما بتعمل اقامه مثلا لمده سنه بتحط وديعه الوديعه دي بمبلغ معين لو اكثر من كده يبقى عايز سنتين يحط وديعه اكبر من كده دي البلاد دي بتبقى حاجه استثماريه بحيث تشجع الاقامه وفي نفس الوقت البلد بتستفيد طيب اذا هذا المقيم واللي حصل على اقامه كان له رغبه في الحصول على الجنسيه في اي بعد كذا بعد في اي وقت يعني اعتبارا من سنه 2 3 4 فده اعطاء الجنسيه بيبقى جوازي انا عايز اؤكد على دي ليه؟ لانه ليس هناك ابدا بيع الجنسيه وليست هناك نوع من انواع الضرر او الاذيه على الوطن سياده النائب طب يعني استاذن حضرتك من المعترض؟ ما لا ابدا المعترض الفهم الخاطئ اللي ناس فهمت خاطئ ان ده حاجه تشين لمصر ان احنا مصر عايزه تبيع جنسيتها لا هي مش كده هو ده شكل من اشكال الاستثمار وتشجيع للاخوه الاشقاء في اخوه كتير جدا جدا وفي بلاد حوالينا هنا عملتها منها مثلا دبي عملت هذا بتوسع جدا وانا اعتقد ان مصر في هذه الحاله الاقتصاديه هي احوج بذلك ومصر يعني عندما لا يتنافى مع كرامه مصر لان مصر كرامتها كبيره جدا وهي اللي احنا فيه دلوقتي عشان مصر بتحافظ على كرامتها سياده النائب استاذن سعادتك سياده المستشار سامح صدقي يوجه حضرتك اي اسئله لسياده النائب لا بصراحه اكتر واحد فاهم القصه ديت لقيته سياده اللي هو كمال بيه يعني فاهمها كويس جدا انها مش بيع ده منح للجنسيه ومرتبط بالاقامه مش مجرد ان انا بتيجي تدفع كذا ادي لك الجنسيه لا خالص نهائي طب سياده الناس مش فاهماها بس هي فكره الناس ما فهمتهاش والجنسيه يا معلم مستشار جوازيه مظبوط يعني لو واحد حط مليارات الجنيهات وانا مش عايز اديله جنسيه ما ادلوش ما فيش لو وانا لو مش مصلحه مصر اديله جنسيه مش هديله جنسيه طب سياده عندي قضيه عندي سؤال لحضرتك انه ان بعضهم شوه الصوره وبقى سماها خطأ مصر تبيع جنسيتها طب سؤال عودنا قصدي يا اولاد سؤال يا سياده اللواء مش مظبوط سؤال يا سياده اللواء دلوقتي ليه ما فيش المشروع ده مطروح بقاله فتره ويعني اتكلمنا فيه كتير ليه ما فيش خطوات فعليه بدات تتاخد عشان نشوف إن ازاي نقدر ننفذ المشروع ده مع ان تنفيذه مش معقد يعني بس ليه ما فيش خطوات فعليه بدات تتاخد لده يا استاذتنا الفاضله احنا خدنا خطوات فعليه ولكن اللي عند مناقشه هذا المقترح اللي قدمته الحكومه التشويه الاعلامي لهذا الموضوع خلى الناس وهي بتناقش فاهمه ان هو زي ما حضرتك قلته في الاول كده بقى جنسيه وعشان كده كان في بعض التساؤلات بعتناها للحكومه وان شاء الله احنا في انتظار رد عليها عشان بعض استفضاحات للساده النواب وانا برد عليها احنا ليس لدينا اي مانع لان ده في صالح مصر ونحن وهمتنا ان احنا نعمل لصالح مصر
بالظبط. سياده النائب، طب نتوقع في 2017 سيصدر هذا القانون ولا انت شايف لسه الطرق غير ممهده؟ يا اخي بالتاكيد، يا اخي بالتاكيد، احنا 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 رد الحكومه وصل لينا، وهذا الرد ايجابي جدا، وهو يوضح كل المفاهيم المغلوطه اللي كانت عند بعض الناس. هو القضيه قضيه بسيطه جدا، ان اللي بدل ما يقيم ببلاش بيحط وديعه، هذه الوديعه بتستفيد بيها مصر، بدل ما يبقى بتعمل لها رصيد احتياطي بعمله صعبه في بلدنا، بحيث ان هي بعد كده ما فيش ابدا اي ضرر على مصر. ولو ما يجي يطلب جنسيه، لو حبيت انا اديله جنسيه هديله جوازيا، لو ما ادلوش مش هديله لما يكون ايه. هذا كلام بسيط جدا. سياده النائب كمال عامر، رئيس لجنه الامن القومي بالبرلمان المصري، بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا فندم. طب هو ايه المشكله بقى؟ مفيش اي مشكله، ده الدنيا حلوه جدا. ادينا ال 50 مليار بقى. لا لا كمان بيفهمها كويس جدا، هو اكتر واحد حقيقي فاهمها في كل الناس اللي اتكلمت معاهم. انا اتكلمت مع ناس كثيره جدا جدا، اكتر واحد فعلا فاهمها وفاهم. طب هو من الاغلبيه في البرلمان تقريبا في قائمه دعم مصر. اتكلمت مع دعم مصر، مع ومحمد السويدي طلع اكتر في اكتر من برنامج واكد ان هو مع المشروع. مشروع حزب الوفد كله مع المشروع، مستقبل وطن، مصريين الاحرار، كل دولت بياكدوا لي ان هم اول ما المشروع يتقدم هيوافقوا عليه فورا. في اصوات كتيره بتتكلم وهي مش فاهمها، فعلا هي مش فاهمها، هي ما قريتهاش، مجرد لا وبيعلوا صوتهم، فالناس بتفتكر ان هو الاغلبيه مرفضينها. لا يا جماعه، انا باكد لكم ان لو اتقدمت بكره الصبح للبرلمان 80% من البرلمان هيوافقوا عليها. طب حضرتك بتقول انه الناس بتخاف، يعني الصوت العالي حتى لو كان قليل، بس لما بيبقى عالي وبيشوشر بيبقى فيه خوف، وفي يعني خطوه يعني رجل قدام ورجل ورا زي ما بيقولوا. اللي ما سمعهاش بيفتكر ان هم كتير، بس هم مش كتير خالص، عشان صوتهم عالي بس. يعني حتى الوزراء كلهم معظمهم اتكلمت معاهم كلهم بيقولوا لي يعني احنا مش فاهمين ليه لحد النهارده واقفه، ليه ما بتتعملش. هصلها لحضرتك حاجه، يعني حتى الماده 7 في قانون الجنسيه الحالي بيقول لك ايه، انه الست اللي تتزوج من واحد اجنبي اولادها بياخدوا الجنسيه المصريه. فادي طريقه ان اي واحد من كل دولت عايز يدخل بكره الصبح يخلي ولاده اللي هيجيبهم مصريين هيجيبهم بطريقه. ونفس الحكايه الست اللي هتتجوز اجنبيه هتتجوز واحد مصري في خلال سنتين او ثلاثه مش فاكر بالظبط كام سنه، هي تاخد الجنسيه، خلال سنتين هتاخد الجنسيه المصريه اللي تقدمت بطلب الحصول عليها من وزير الداخليه. فعندك الطرق مفتوحه قدامهم، في وسائل كتير، يعني وسائل كتيره قوي قوي. طب ليه احنا لسه ما نستفدش احنا بالوسائل؟ ليه لا؟ يعني يمكن برضه حضرتك الثقافه، احنا ما تنساش ان كندا او امريكا او الدول دي او نيوزيلندا استراليا دي دول قايمه على المهاجرين، فكما يعني ده يعني هو المكون الرئيسي. مصر زمان لما كان، يمكن احنا عشان برضه الحته دي غريبه بالنسبه لنا شويه. اقول لحضرتك حاجه، ايام زمان لما كنا بنقول في اسكندريه في عندك الجراجوه والطلاينه والفرنسويين والشعب المصري كان عامل ازاي، والارمن والحاجات دي كلها، كانت احسن ثقافات واحسن حاجه، لانه اختلاط الثقافات مع بعض بتبقى كويسه جدا جدا. بلس انا مش بقول لك هات ارمن ولا هات طلاينه ولا هات جراجوه، انا بقول لك دولت اخوه عرب اشقاء عايشين معاك بقالهم 20 سنه، يعني ابتدي بيهم دولت حتى. يعني معقوله ان هو بيبقى عايش وخلف ولاده في مصر حتى عشان لو من ام واب ليبيين ولاده ما ياخدوش الجنسيه؟ بالظبط. يعني ده حتى في بلاد كتير في العالم انت بمجرد انك بتتولد جوه الدوله دي انت بتاخد الجنسيه، بتاخدها على طول بقى، بتاخدها بعد كذا سنه، بس طالما انت اتولدت جوه البلد دي فبتاخد الجنسيه حتى لو من اهل مش بالزبط. من الجنسيه عادي. غزو من اول غزو او من اول حرب بتاعت العراق، والعراقيين هاجروا وقعدوا واستوطنوا في 6 اكتوبر، والسوريين في 6 اكتوبر، وفي الرحاب مدينه بقت مدن كامله طبعا، وتزوجوا وخلفوا وعندهم دلوقتي اولادهم عندهم 20 سنه. وعلى فكره ومع كامل الاحترام هم عبء اقتصادي علينا رهيب برضه. هو بيستفيد منك ايه؟ بيستفيد منك العيش مدعم والزيت مدعم والسكر مدعم والكهرباء مدعمه والبنزين مدعم والطرق والخدمات والميه. كتر خير مصر ان هي محتوامه، لان ده دور مصر طبعا، ده واجب علينا طبعا. بس واجب انا بتكلم ان يعني على الاقل اغنياءهم نستفيد منهم. بالظبط. ايه المشكله بقى؟ ويجي لي ناس يقول لك ايه اشمعنى الاغنياء والفقراء؟ لا يا سيدي، طب انا سمحت له ان هو يعيش في بلدي واديت له مزايا، ان هو فقير اديت له مزايا ان هو اقام وكل حاجه. الغني زي بالظبط حضرتك لو رحت قدمت على فيزا في انجلترا ولا في فرنسا ولا بتاع، هتلاقي ان اللي معاه فلوس بيتاخد اعلى وسهلا، بيتفتح له كل ابواب انجلترا عشان يروح يصيف، واللي هو مقدم بتاعت البنك بتاعته الستيتمنت بتاعت البنك بتاعته ما فيهاش فلوس هيقولوا لا مع السلامه، لان انت هتروح هتقعد تشحت في الشوارع وتقول او تقعد لازم نعترف ان الدنيا ما فيهاش عدل، يعني العدل فيها اللي معاه فلوس هيجي ياخدها ويستثمر وهيشغله. ما هو ده هيشغله بعد كده. حضرتك متخيل النهارده لو بنتكلم على ان واحد مستثمر خايف ان هو يحط في مصر كفايه فلوس، لو هو حتى مستثمر لانه مش بلده، لكن لو هو اخذ الجنسيه المصريه
هيحط قدها 10 مرات. واعرف ناس كتيره جدا جدا مستعدين ان هم يجوا يستثمروا في مصر جامد قوي، بس بيقول لك يعني لازم يبقى عنده احساس بالامان وهو قاعد في البلد، يحس ان دي بلده بالزبط. ومش هيمشي منها ومن حقه انه يعيش فيها. احساسه بالامان ده هيخليه اكثر جرأة في الاستثمار. اي واحد أكيد. فينا لما بيحط فلوسه في بلده بيبقى مطمن في الاخر، بلدي وانا قاعد فيها نفس الحكايه. بعدين في ناس كتير قوي خلاص استوطنوا يعني عائلات سوريه كبيره جدا موجوده في مصر من زمان، من ايام من قبل الازمات. وهو في سوريين ولبنانيين فاتحين مصانع هنا وشركات وتجار وما. بعد ما قامت الثوره هو بالنسبه له ده دلوقتي بقت حاجه يعني ملحه له ان هو ياخد الباسبور المصري. قبل كده ما كانش فارق معاه، كان مقيم وكل حاجه. ففي ناس كتير يقول لك طب ما نديله اقامه وبس. يا عم هو مقيم اوريدي، هو اوريدي مقيم، ايه اللي يخليه يدفع لك فلوس عشان يقام؟ كان هو اوريدي مقيم، مش هيستفيد حاجه من كده. كلمه اخيره حضرتك تحب تقول ايه بشان هذا الموضوع؟ ان ضايق يعني. بطلب من الحكومه السرعه، لانها ده مشروع هيجيب لك دخل فوري بالعمله الصعبه. انت عومت العمله بتاعتك وده قرار صح 100%، مفيش نقاش فيه. بس في مقابل ذلك كان المفروض تعمل طرق موازيه لها كده اهوت، ان انت تبقى في دخل مضافي داخل لمصر عشان تقدر تصد التعويم اللي حصل عندك. انت ما عملتش الحته ديت، مع ان محافظ البنك المركزي متحمس لها جدا، هو شخصيا نفسه متحمس جدا للمشروع دوت وبيقول انه من احلى المشاريع واتكلم فيها وطلبها. ومع ذلك لحد دلوقتي يعني وزراء كتير جدا جدا لما بتكلم معاهم بيقول لك ممتازه وطلبوها. بس البطء في اتخاذ القرار دوت مش من مصلحتنا خالص. صح. لان لو كان القرار دوت، لو كانت الجنسيه دي معموله ومحصل التعويم اياميها، صدقني ما كانش الدولار وصل للارقام، كان حصل توازن وممكن كان نزل. وانا متوقع ان هو لما يجي لك 50 مليار ولا 60 مليار لازم هيحصل كده، هينزل تحت 10 وينزل تحت 7. زار يلعب، هيلعب جامد يعني. بالظبط. ليه بنضيع وقتنا؟ ليه مش قادرين ناخد قرار بكره؟ هي الايدي المرتعشه كنا لسه بنتكلم فيها في الانترو، ان فزاعه بيع الجنسيه، الوزير ده هو اللي باع جنسيه مصر. ايه كان فرغ ده؟ مش بيع منح جنسيه زي ايه دوله محترمه في العالم بتعمل كده؟ ولا الراي العام بقى اجريسيف جدا، فالناس بقت تخاف من الهجوم الفظيع. مجرد ان كان مذيع في التلفزيون طلع انت بتبيع الجنسيه، والسوشيال ميديا والناس بتزيد في الزيطه، ما فهموهاش ولا شافوها ولا قروا المشروع من اوله، ولا عندهم فكره. هي اخذوا الكلمه وخلصت. سياده المستشار سامح صدقي، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على الفكره دي. وهعلق تعليق بسيط في الكاتب المبدع عمر طاهر، عامل كتاب اسمه المبادرون. ايوه. بيتكلم فيه عن عبد اللطيف ابو رجيله وعن بتاع الازاز اسمه كان مصنع الزجاج ياسين للزجاج، ان الناس دي كانت في عصرها مبادرون. هو عمل فكرة ان ازاي مصنع ازاز مصري، ازاي مرفق نقل عام مصري. فاتمنى الناس اللي زي حضرتك يظهروا، لان فعلا كم فكرة من دول ممكن يبقى فيهم دخل قومي ونستوفي وراهم كل الشكوك، هيعدلوا موازين كتير. فبجد المبادرون انا بشوف ان الافكار دي هي اللي ممكن تجيب فلوس. مع احترامي للمصانع والشركات والكلام ده كله، فكرة صغيرة دي ممكن تفتح لنا باب استثمار كبير. ده حقيقي. نشكر حضرتك شكرا جزيلا، شرفتنا. شكرا جزيلا. ومبروك لمصر. الله يبارك فيك، وشك حلو يعني. هو على خير. وشه حلو على مصر. بنشكركم شكرا جزيلا، واعتقد ان الفكرة وصلت بوضوح وبالراحة نفهمها يعني. محدش يقول رأيه قبل ما يقرأ ويسمع ويحلل ويفهم، وبلاش الهجوم، لأن احنا كلنا مش أقل وطنية من بعض. نشوفكم بعد الفاصل مع فقرة الأخبار. بجدد وبرحب وبجدد التحية للنجمة السينمائية وش السعد. أنا خلاص أطلقت عليها اسم وش السعد، اسم راقي كده، أم السعد وش السعد. يعني كسبنا مصر، كسبت المغرب بعد 30 سنة ما بنكسبش المغرب. $50 مليون جم في كلمة وجايين إن شاء الله. إيه تاني يعني؟ أنا حاسس هيطلع لي خيال غني في البرازيل على آخر حلقة. مين عارف والله. بركة يا جماعة. كل شيء هيدي نفسنا. هيدي مصر يا فندي، انتظروا الست هيدي ان شاء الله هتعمل ملوخيه. الكرنب بقى، المحشي والكوسه والبشاميل. قلت متعدده المواهب، محدش صدقني. خبر الاول معانا، ترامب قالب الدنيا. الراجل ده حقيقي يعني مبهر، ما مش مخلي في نفسنا حاجه. طلع الخبر بتاع اول امبارح، منع 7 دول مسلمه ان هم كل رعاياهم ومواطنيها يدخلوا. الناس عملت فزع وهلع في المطارات الامريكيه. راجل عراقي راكب الطياره من العراق هنا ومعاه جرين كارد اللي هو كارت الاقامه الامريكي اللي يقارب الجنسيه، جه هناك قالوا لا والله ترامب خلاص منع دخولكم. مع تلقيح كلام من ان هناك، ايوه يا عم ده النهارده بقى فيها ترامب، انسوا انكم تخشوها. وبدات تظهر فعلا خطوره يعني ايه نازيه جديده في امريكا. انا امبارح قلت انه ده من حقه يحمي حدوده، بس برضه في ضوابط انسانيه. ما ينفعش ان انا امنع اي حد عليه محاذير بدون ذكر الاسباب. يعني انا لو عايز امنع 99% من الشعب العراقي من غير ما اقول لهم ليه ماشي، بس ال 100% لا. ولا ايه رايك يا اختي؟ والله انا بدايه يعني
احب اعبر عن انبهاري بالاستاذ رئيس امريكا ترامب. ليه بقى؟ لانه اولا هو يعني تحسه بره الفورمه كده خالص، يعني هو مفاجئ ليا ومفاجئ للجميع في طريقته، في البودي لانجوج بتاعته، في افكاره، في صراحته، في تعبيره عن افكاره وارائه بمنتهى الصراحه اللي هي صادمه للجميع، وهو على فكره بالذكاء الكافي اللي يخليه عارف كويس قوي ان كل حاجه بيقولها ضد المراه او ضد المهاجرين أو لا طبعا انا مع. انت مع ترامب؟ انا مع ترامب. هقول لك ليه مع ترامب. دلوقتي لو انا بعاني من دولة مجاورة زي المكسيك من تجارة المخدرات ودخول المخدرات بشكل مستمر وبشكل قوي بيأثر على شعبي وانا مش عارفة اسيطر على الموضوع ده، طب ما انا من حقي على فكرة احمي حدودي، ما احنا بنحمي حدودنا من الارهاب وده حقنا. يقفل المكسيك بسور ويمنع 7 دول والدنيا بخير. طب بلاش كده، لو انت صح، طب ما النهاردة وزير خارجية المانيا وباريس اعترض وقال لك ده شيء غير انساني، رئيس كندا الراجل الحليوه المسبسب ده طلع قال لك اي لاجئ مش امريكا هترفضه يلزمني، يعني دي شق انساني. انا معاك ان اللاجئين واستضافه اللاجئين ده عمل انساني وده واجب علينا كلنا، بس لما يبقوا اللاجئين اللي بيخشوا عندي ده دول جزء منهم بيعمل يعني اعمال ارهابيه، بيخرب في البلد، بيدمر في البلد، وانا مقدم له خدمات ومقدم له رعايه ومقدم له الامان، وانت بتخرب في البلد وبتكلفني ارواح ناس، طب لا على فكره انا مسؤوليتي الاولى اني احمي شعبي قبل ما احميك انت، انا شعبي مسؤول مني، فانا مسؤوليتي الانسانيه الاولى هي تجاه شعبي، لما امن شعبي ساعتها اقبل اي حد تاني. شعبي ولا مش شعبي؟ انا شعبي شخصيا جدا كمان. بص انا بعد موقف هيدي المؤيده لترامب ولا بتعرف تعمل محشي ولا تنفع الست هيدي، وهي راجعه نفسها ان شاء الله بكره. بس انا ممكن ارجع دلوقتي ممكن تسيبني. خبر النهارده غريب ان النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه وجه رساله للسيد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عن انفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي وانها اتمولت من موازنه العام الحالي. النائب انور السادات قال ان السيارات دي ما كانتش مدرجه اصلا في مشروع الموازنه واضيفت بعد كده باعتماد اضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي. معانا سيادة النائب. سيادة النائب اهلا وسهلا يا فندم. سيادة النائب. ايوه معاك. معاك هتفضل يا فندم. لا يعني زي ما حضرتك تفضلت ده استفسار وسؤال لرئيس مجلس النواب عن مطالعتي للحساب الختامي لموازنة المجلس 2015-2016 ولقينا فيها فند يتعلق بشراء 3 سيارات ب 18 مليون. طبعا حضرتك معانا يا فندم؟ الاتصال اتقطع. طيب هنحاول نكلمك. هنحاول نرجع تاني. بصي الى ان يثبت صحه المعلومه العهد على النائب انور السادات، بس هو 18 مليون 3 عربيات 6 مليون جنيه العربيه، على فكره عربيات غليت جدا ده يعني يا دوبك. والله ايه المشكله يعني؟ حضرتك شايف يعني انه المفروض يبقى في عربيات ب 18 أيوة مليون جنيه عشان تخدم مين بالظبط؟ من حق الكبير يتدلع. مش في مثلا من حق الكبير يتدلع؟ ويعني هو هيبقى الشعب متقشف ونوابه كمان متقشفين، واللي يلاقي دلع وما يدلعش ايه يبقى عيب عليه. عيب عليه يعني. صح معاك حق. وعلى فكره والله العربيات غليت جدا، انت عارف 6 مليون دي تلاقي عربيه صيني. لا مطحونين بجد، تعبانين والله، وبعدين بيسوقوا بقى في الزحمه فاهم، والحر والعرق، فمحتاجين حرام بطلوا. عربيه ب 6 مليون جنيه كل واحد، بطلوا النفوس الحمضانه دي. انا سودة. سودة. انا معترف بنفسنا اسود جايه بنفسنا. والله فعلا والله انا اكتشفت انت يعني احنا لما نبقى شعب عايشين حالة تقشف دلوقتي وبنعاني على فكرة كلنا. احنا نتقشف هم يتقشفوا ليه؟ لا عادي يعني راجل راكب ميكروباص مفعوص في الميكروباص وسط الناس في حرج في درجة حرارة 50 ده بيمثل دايرة كاملة. وسيادة النائب ماشي جنبه بالعربية الفارهة عادي كده؟ ايه المشكلة؟ يتدلع هو يتدلع والتاني يولع صح؟ مواطن. انا رأيي كده برضه ده مواطن لازم يستحمل. المواطن لازم يستحمل. ندخل بقى على السياسه الخارجيه. الموضوع الشائك دايما سد النهضه. الرئيس السيسي يوارب باب المسار السياسي لحل ازمه سد النهضه. نفسي يعني انا عارف ان انا ممكن هيضربوني بالرصاص بعد التفسير ده. اضربونا. سد النهضه هو ليه احنا بننكر على اثيوبيا حق انها تنمي نفسها وتطور نفسها مع التحفظ وحط 100 خط. رجعنا طب ناخد سياده النائب ونكمل. ماشي سياده النائب اتفضل يا فندم.
فيعني زي ما حضرتك تفضلت استفسار، وده واجب كل نائب عند مطالعته يعني للحساب الختامي لموازنة المجلس اللي هي 2015-2016 رقم 18 مليون لثلاث عربيات، لازم يستوقف أي حد، وإحنا كمجلس لازم نبدأ بنفسنا، وإحنا نقول للناس يعني تحملوا اصبروا لازم تتقشفوا، وإحنا بنمر بظروف صعبة كلنا عارفينها، فكان لازم نستفسر، وخصوصا وإن إحنا عندنا من السيارات في الحملة بتاعة المجلس من رؤساء المجالس السابقين عربيات أيضا مجهزة ومصفحة، يمكن مش موديل 2017 موديل 2012 ولا 13، لكن يعني أنا شايف أنه ما كان في غنى عن شراء سيارات بهذا المبلغ. وطبعا النهاردة أنا أرسلت هذه الرسالة للسيد رئيس المجلس، مطلوب توضيح حتى لو كانت المبررات يعني مزيد من الاحتياطات الأمنية والحرص على سلامة رئيس المجلس، إنما في النهاية أنا بشوف إن إحنا كان عندنا بدائل موجودة وكان يمكن الاستغناء يعني عن. طب يا فندم معلش أقطع حضرتك، هو ثبت باليقين خلاص هذه المعلومة ولا حضرتك بتستفسر؟ لا لا ده معلومة مظبوطة مدرجة في الموازنة، مش يعني مش حاجة اجتهاد. سيادة النائب، هي العربيات دي استخدامها لمين بالظبط؟ يعني مين هيستخدمها؟ لرئيس المجلس. الثلاث عربيات؟ يعني الواضح كده ان هم هيبقوا تحت تصرف رئيس المجلس، يعني كان الاول في كلام ان ربما رئيس المجلس والوكيلين، لكن انا لا اعتقد ان الثلاث سيارات هيبقوا استخدام رئيس المجلس. طب يا فندم معلش، انا يعني من المهتمين بسوق العربيات، يعني هي حاليا اغلى عربيه، مش عايز اقول اسامي تجاريه عشان بس الاعلانات، انا عارف ايه العربيه اللي ب 6 مليون جنيه دي، ويعني هل حاجه مصفحه مثلا طلب خاص؟ ايوه العربيات الارهابيه مصفحه مبالغ في رقمها، وخصوصا وانت عارف ان النهارده احنا عندنا مصانع الهيئه العربيه للتصنيع وبتصفح العربيات، وحتى لو من ضمن العربيات دي عربيه خاصه بالتشويش اللي هي بتبقى برضو ماشيه ايا كان هذه ارقام، انا شايف انها مبالغ فيها، احنا في غنى عنها لان عندنا عربيات مصفحه من رئيس المجلس السابق والذي يسبقه ايضا، هو ده سبب استفسارنا وهو ده دورنا ان احنا نبدا بنفسنا، اذا كان احنا منوط بينا ان احنا نراجع ونراقب صح الميزانيه العامه للدوله من باب اولى ان احنا نناقش. بس تسمح لي اختلف مع حضرتك، انا شخصيا بعد ما سمعت انها سيارات مصفحه ممكن يعني ابدا اغير في موقفي شويه واقول ان كان يستوجب العرض ان يتقال لشراء ثلاث سيارات ملاكي مصفحه مثلا ضد الارهاب، لان برضو قد تكون السيارات المصفحه الموجوده بعد حادثه النائب العام هشام بركات رحمه الله لا تصلح النهارده، او هم في متفجرات ممكن تعمل تاثير اقوى اكتر مثلا، ممكن يكون الموضوع امني، يعني ليه الطرح ما كانش كده؟ حتى لو الموضوع امني، احنا لذلك احنا يعني سؤالي واستفساري ان احنا عايزين نعرف حقيقه هذا الموضوع، لان طبعا في النهايه ده مال الشعب، واحنا كنواب مسؤولين ان احنا نستفسر ونطمئن على حسن استخدام الموارد، لان في النهايه يعني المساله زي ما بنقول لا تحتمل في ظرف كلنا بنقول للناس يعني اربطوا الحزام يعني وتقشفوا والى اخره، ونفاجئ برقم ثلاث عربيات، الحقيقه يعني رقم مبالغ به ايا كان تصفيح العربيات دي، يعني يعني مش انا شايف ان الرقم مبالغ بعد ما سالت. انا يا فندم استاذن حضرتك يا ريت تولينا بالاخبار، هل هي مصفحه وهل هي دي في سوق المصفحه حاجه غاليه ولا رخيصه ولا مناسبه؟ انا ما عنديش خبره في الحته دي، ويا ريت حضرتك تولينا بالمعلومات، وبنشكرك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا سياده النائب. هي لو شفت مصفحه بقى مصفحه ظلمناهم يا شيخ. على فكره انت بتستعجل في الواحد برضه بتسرع وحش. طب انا عايز اعرف والله في سوق المصفح، يعني عندك فكره عن المصفح؟ اكيد التصفيح غالي اليومين دول، يعني اكيد المصفح زمان غير المصفح النهارده، وباخد بالك القنابل زمان غير القنابل النهارده، تطورت جدا مع ارتفاع الدولار حضرتك. محشي التصفيح بتفتي، ترامب بتفتي، في صفايح لحمه بقى وجبنه برضه بتبقى حلوه يعني مع الصفايح التانية. من التصفيح للصفيح بقى بجد،
حد الفقر حسب المجلس القومي للسكان يشمل كل فرد دخله أقل من 2789 جنيه سنويا. شوفي شوفي الدقة، دول اللي هم كان 232 جنيه في الشهر ده حد الفقر، اللي هم كان في اليوم بقى اللي هم 8 جنيه إلا حاجة ملاليم كده يعني إلا 3 سياج، يعني حد الفقر سياج اللي ياخد 7 جنيه و94 سياج ماشي، ده اللي تحت الرقم ده فقير. هو واللي لو انا باخد 9 جنيه في اليوم ابقى غني ملك؟ لا بتهزر. اه والله. لا بجد والله اهو. طب على فكره انت زليونير بقى ومخبي علينا ولازم والله. نبلغ عنك الضرايب والله بجد. يعني انا عايز افهم بس هذا التقرير، يعني وجهه نظر اللي عامله كامل الاحترام لي، يمكن دي تكون احصائيه واثبتت كده، بس ده النهارده علبه الكشري ده ما يكملوش علبه كشري، يعني لو هو الراجل كل وجبه واحده بس علبه الكشري ب 10 جنيه. لا ما ياكلش كشري ليه؟ الكشري دلوقتي بقى فول، ما يعني هو لو كل سندوتش فول وحب يبلع هيموت مخنوق، مش هيعرف يبلع. طب وبعدين يعني دي مشكله. طب واحنا رايحين والله عارفه ايه، بس المرحله الجايه تبقى احسن ولا الكلام استفزازي في ايه؟ يعني انا دايما من انصار الموضوعيه. احنا في ازمه اقتصاديه، الاسعار مولعه، الحاله مش حلوه، ولكن ما استفزش المواطن اقول له انت فوق 8 جنيه تبقى ملك او تبقى مش فقير. معنا دكتور طارق توفيق، هيقتلني دكتور. دكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومي للسكان، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا دكتور طارق، اتفضل يا فندم. فندم الرقم حضرتك مش شايفه يعتبر بعيد عن الواقع شويه؟ وهل هو رقم ولا حقيقي جدا غلط فعلا مثلاً؟ هو رقم فعلا حقيقي رقم فعلي؟ طيب ناخدها واحده واحده كده. اتفضل. البنك الدولي كان حاطط الحد الادنى للفقر كان دولار وربع يوميا، ده في 2011. في 2016 2015 16 بقى 1.6 دولار في اليوم. اوكي؟ ده الفقر المدقع. او ان الواحد مش قادر يلبي الطلبات الاساسيه بتاعته. في مصر عندنا هي طبعا الموضوع مختلف، ده اللي هو الانترناشونال ثريشولد او الخط الفقر العالمي. ده لا يتناسب مع كل الدول. ويمكن المقارنه بيه في كل الاحوال. هنا عندنا في مصر كان في مسح اتعمل في 2011 2012 ولقوا ان دخل الفرد سنويا اللي هو يبقى اقل من 2700 جنيه ده يبقى معناها ان هو تحت خط الفقر. سنه كام يا فندم؟ 2012 13. تمام. في مسح تاني اتعمل في 2015 او 2015 16 وده لقى ان 4000 جنيه دي ده الحد الادنى للفقر، ده الدخل السنوي للفرد. ده للفرد. أوكي. اوكي تمام. احنا بنقول في ظل احنا عندنا مجموعه تضخم عالي دلوقتي، عندنا في تعويم للجنيه، فاعتقد ان الكلام ده هيزيد يبقى اكثر من 6000 جنيه في للفرد سنويا. طب يا فندم والرقم اللي عندنا 2789 ده مصدره ايه؟ 2011 2012 13. تمام. يعني الرقم ده اتغير النهارده؟ الرقم النهارده 6000 جنيه مش اتغير، لكن ما اتغيرش ولا حاجه، لكن ارتفع عشان التضخم وعشان اسعار الاغذيه اللي عاليه بالظبط، فاحنا لازم نحط في اعتبار الكلام ده. طب برضه يا فندم معلش، هو 6000 جنيه يعني 500 جنيه في الشهر، هل حضرتك شايف ان اللي اكتر من 500 جنيه ده مش فقير؟ والله حضرتك بص اقول لك حاجه، انا بتكلم على اللي هو الذي لا يفي باحتياجاته الاساسيه. الفقر هو في حاجه اسمها الفقر المتعدد الاوجه او الحرمان، وده ليه خطوط تانية خالص. طب معلش هسال السؤال حدنا حد، هسال سعادتك بس بطريقه اخرى، انا راجل يعني يعني دارس اقتصاد وممكن يعني اسال حضرتك بطريقه يعني تخصصيه شويه. طول عمري اسمع ان الحد الادنى مثلا للفقر دولار يوميا وطلع شويه عن الدولار، طب النهارده الدولار او 6 من 10 او دولار ونص حضرتك كنت لسه بتقوله، او الدولار يوميا من 20 ل 30 جنيه، يعني احنا 15 جنيه، يبقى الرقم برضو ده جه منين؟ او 17 جنيه بالظبط. ما انا بقول لحضرتك ده اللي هو خط الفقر العالمي، لكن كل دوله ليها خط الفقر بتاعها. انا ما اقدرش القوه الشرائيه بتاعت الجنيه غير الدولار غير الاسترليني، كل حاجه ليها قيمه شرائيه. سيد طارق في توفيق مقرر المجلس القومي اتفضل يا فندم. لا انا احنا بنتكلم على الفروقات بين الدول والقوه الشرائيه للعمله بتاعتك. تمام تمام، وصلت يا فندم فكره حضرتك وبنشكرك. شكرا جزيلا. حتى في خط الفقر بتاعنا افقر من خط الفقر بتاع بره، يعني حتى خلاص ما تحبطنيش لو سمحت، حتى في الفقر احنا انتصرنا في الفقر. نفسي مره يعني الاول في التحرش، الاول في المواقع الجنسيه الاباحيه،
في الفقر الاول يعني، في حاجات تحرق الدم وفي المراه يعني. شوف نرجع بقى لموضوع سد النهضه، هرجع اشرح بس ببساطه شديده. اثيوبيا دوله ناميه وفي ظروف اقتصاديه صعبه ومواطنيها 90 مليون على فكره، اثيوبيا دوله ضخمه جدا سكانيا ومن حقها تستغل مواردها، مع التحفظ ان عدم المساس بمتر مكعب واحد من حصه مصر. ليه احنا واخدين الموضوع بمنطق خناقه في الحاره؟ ان انا يعني لسه لغايه النهارده ناس بتقول لك اضرب اثيوبيا بالطيران، وعمل ايه في ملف اثيوبيا ده ان احنا هنموت من العطش. يعني هو البلاد دي من حقها تنمي وحط عليها شروط. الاتفاقيه اللي اتعملت، انا مش ببرر انا بشرح، الاتفاقيه اللي اتعملت ان النهارده لن يكون هناك اخلال بحصه مصر ولا السودان. افلح ان صدق، والله لو قللها يبقى اخد قوتي انا وعلى موتي، يا روح ما بعدك روح، اروح اكسر السد على اللي فيه، لانه ساعتها هيبقى ايه جه على الحياه عندي طبعا. لكن ان يا ريت ما نتولش الموضوع بشكل دعائي واعلامي طب انت ايه مقترحات الناس اللي بتقول لك عملنا ايه مع اثيوبيا؟ هنعمل لها ايه؟ بص انا هقول لك حاجه، اول مشكله ان انت النهارده بتعاني من الفقر المائي فعلا. يعني احنا مش هنكذب على نفسنا ان احنا عندنا مشكله ميه، ومشكله الميه دي هتزيد يوم عن يوم لو ما وجدناش حلول حقيقيه وفعليه وفعاله في مشكله الميه. احنا بنزيد، احنا عندنا اهدار للميه، عندنا سوء استخدام للميه، عندنا مشاكل كتير قوي قوي. وبعدين في نقطه تانية كمان، احنا هنعاني على المدى البعيد يمكن من سد النهضه، يمكن ما نعانيش النهارده عشان اثيوبيا مش هتقرب لحصتنا في الميه، ولكن احنا اكيد في يوم من الايام على مدى سنين بعيده قدام هنعاني من مشكله الميه. مشكلتي الاساسيه ان احنا ليه ما عملناش على مدار السنين اللي فاتت، العشرات السنين اللي فاتوا، ليه ما عملناش علاقات دبلوماسيه قويه مع جيراننا في افريقيا؟ يعني احنا طول عمرنا بنعاني من ضعف علاقاتنا الدبلوماسيه مع دول افريقيا، ودي كانت غلطه كبيره جدا، لان احنا عايشين في نفس القاره، احنا كنا دايما بنهتم ان احنا نقوي علاقاتنا الدبلوماسيه ببلاد يمكن بعيده عننا جدا. عبد الناصر كان بيدعم يعني افريقيا، كان معبود الجماهير في افريقيا. لكن ده ما حصلش بعد كده. فمن هنا قامت المشكله، ان اثيوبيا بقى لها سنين بتنادي بالسد ده، واختارت الوقت المناسب اللي طلعت بيه بالسد، واحنا مش مركزين لان احنا عندنا مشاكل ثانيه بتحلها. وحاجه ثانيه كمان، هو احنا انت بتزرعي 1.5 مليون فدان رز، انت بتصدر ميه، انت بتصدر رز. يعني بتكلم فيها الناس اللي زعلانه الرز، اه طبعا الرز ده انا مصدر ميه، انت لو وقفت قللت الرز شويه تزرع بميته 3 4 مليون فدان تاني. انت يعني احنا بتزرع رز بالغمر، انت بتغمر. نعيد تخصيص مواردنا المائيه ونتفق مع اثيوبيا ان الحصه بتاعتنا انسي بس، بالظبط ده المطلوب. لكن ما نزيدش في الزيتا برضو، يعني انا ضد ان احنا كلنا نزيد في الزيتا واحنا ما عندناش اي معلومات فعليه عن اللي بيحصل. بمناسبه التزييط في الزيتا، وده بقى مبدا يعني مصري بقى، يعني برضو نفسنا بتفيد بتديني شفت المصطلحات اللطيفه بتاعتي. بمناسبه ان احنا بنزيد في الزيتا، الرئيس عمر البشير النهارده كان في مقال قريته تقريبا للاستاذ سليمان جوده غالبا، يعني بيقول لك الرئيس عمر بشير عامل لقاء بيشكو مر الشكوى من الاعلام المصري ان هو اكبر عائق في العلاقات السودانيه المصريه. السعوديه بتشكو من الاعلام المصري ان هي بيدمر العلاقه بين مصر والسعوديه. دول كتير جدا بتشكو من السوشيال ميديا عشان انت عامل مشاكل. انا اصلا من الاول بجد والله، يعني يا ريت ما نشوهش المواقف الرسميه بكلام عارفه مهين. يعني النهارده لما انا اطلع بخبر ضد السودان، وهم المشكله ان عندهم انطباع في الدول العربيه بالذات ان الحكومه مسيطره على الاعلام وتقول له خش على السعوديه ارمي على السودان. يمكن بتحصل مع غيري، انا عمري في حياتي من يوم ما اشتغلت في الاعلام ما حد قال لي اقرص على كذا او اعمل كذا اطلاقا. هو في فكره عامه متاخده ومبالغ فيها وبتتناقل بشكل مبالغ فيه، فيعني انا اعتقد ان جزء كبير قوي قوي من الفكره دي مش صحيح. احنا يعني مش انت شايف كده؟ انا شايف كده. انت شايف ان الفكره اللي متاخده عننا دي صحيحه؟ احنا غلابه والله. انت شايف ان فعلا، لا بجد انا عايز اسالك سؤال، انت شايف ومقتنع ان فكره انه الاعلام بيوتر وعلاقاتنا بالدول الاخرى زي السعوديه وزي السودان ده حقيقي فعلا؟ انت في جزء بما انك انت يعني انا جديده على مجال السياسه، لكن انت بما انت مش قديم بس اه طبعا في احيانا بيتم. بصي انا عن نفسي في البرنامج في 360 انتقدت مواقف كتير للسعوديه، بس عمري ما قناعه شخصيه ليك، وما زلت بقول للسعوديه بمنتهى الحب موقفك مع مثلا في سوريا معانا كان غلط، موقفك في اليمن مش صح، ده عتاب الاخوه. لكن الحمد لله عمري ولا اسات ولا حسيء بلفظ زي اللي ممكن غيري بيستعمله. اه بسمع الفاظ خارجه وايحاءات خارجه، يعني حتى قطر غير لائقه، حتى يعني قطر اللي هي يعني شوفي بتعمل فينا ايه، انا ارفض تماما الاساءه لامير قطر ووالدته ولا والالفاظ والايحاءات ويا ابني مش عارف ايه. ده مش اعلام بقى، احنا قاعدين هنا على المصطبه يعني. بصي بقى عندنا فقره لذيذه قوي هتعجبك. اوكي. دي اسمها سؤال وثلاث اجابات. النهارده سالنا الناس في الشارع، كل يوم بنسالهم سؤال يحرق الدم كده.
عن مصروف البيت، يعني المهم حرق دمهم يعني. طب ليه كده بس؟ حرام عليك الناس محروقه دمها فرقه. اتفضل. بعد ارتفاع اسعار الدواء ممكن نعمل ايه؟ ثلاث اختيارات اديناها لهم. نستحمى بميه ساقعه صيف وشتاء علشان ما نتعبش، نرجع لعصر التداوي باعشاب الكراويه وورق الجوافه، ربنا يشفينا، او لنا الله يعني، بس هي بالدرجه ربنا يشفي. تعالي نشوف الاجابات كانت ايه. ماشي، نرجع للاعشاب وورق الجوافه. لنا الله طبعا بعد الاسعار والغلاء الفظيع اللي احنا فيه ده. موضوع الادويه ده لنا الله طبعا فيه يعني. لنا الله. نرجع للاعشاب الطبيعيه وورق الجوافه. لنا الله. لنا الله. استحمى صيف وشتاء علشان ما نبردش بميه ساقعه. بالنسبه لموضوع الادويه ده لنا الله طبعا يعني. نرجع لايام زمان ورق الجوافه والاعشاب الطبيعيه. لا ده ربنا يتولانا. صحيح ما ينفعش الاسعار كده طبعا. بنستحمى ميه ساقعه صيف وشتاء. انا بعمل كده. نستخدم ورق الجوافه والاعشاب الطبيعيه زي زمان طبعا. لا لا الله، ملناش غير ربنا دلوقتي يعني. نرجع لايام زمان الجوافه والاعشاب الطبيعيه. لا نرجع للاعشاب الطبيعيه ورق الجوافه طبعا. انا شخصيا هجيب ورق جوافه واغليه مع ورق زعتر واطحنه واعمله كده كومبينيشن كده لطيف، واعمله شوربه زي الفل. واعمله شوربه واحده فيهم من الشباك وهتبقى واخده على الريق الصبح مع معلقه عسل وليمونتين. ايه يعني؟ مهلينا كانوا بيتعالجوا كده. بس اسعار الدواء اللي بيزعلني ان يبقى مواطن مثلا ميزانيته يا دوبك 200 جنيه دواء في الشهر، صحي الصبح لقاهم 600 ومش موجود. وتخيل انت عندك حد غالي، عندك الاب او الام او الابن، ومحتاجه تجيبي له الدواء ومعكيش او معاكي ومش لاقيه. لا هو كمان معاك ومش لاقيه، يعني دي كمان مؤلمه اكتر، انه معيش لكن معايا وبدور عليه ومش لاقيه. بس بصي ربنا سترها والله مع مصر والله. بصي الواحد يشتكي ويفضفض ويعمل، بس في الاخر انا فخور اني مصري وقاعد لكم فيها. انا معاك مليون في المية، بس حاجتين صعبين قوي، العلاج والاكل. يعني العلاج والاكل. بعد بقى الفاصل عندنا ضيفة تبع هدي، يعني انا يمكن اقعد اتفرج لان الموضوع نسائي اجتماعي نفسناوي. هتقدمه لكم الفنانة هدي. اتفضلي فنانة. حضرتك هتريح بقى الفخرة اللي جاية وتسيب لنا الطلعة دي. معانا بعد الفاصل دكتورة رضوى سعيد أخصائية العلاقات الأسرية، هنقعد نتكلم كتير معاها بعد الفاصل، استنونا. لا أنا عايزك تقولي السؤال، احنا هنسألها الراجل المفتري والست المفترية. هنسألها بقى عن الراجل المفتري والست المفترية، عن الراجل البخيل والست البخيلة، عن الراجل الطموح والست الطموح، حاجات كتير قوي كده عن الراجل والست، صفات مشتركة بس لما بتبقى في الراجل بتبقى عاملة ازاي، ولما بتبقى في الست بتبقى عاملة ازاي. استنونا بعد الفاصل. بعد الفاصل الدكتورة رضوى سعيد عبد العظيم خبيرة العلاقات الأسرية تتولى حالياً منصب رئيس قسم الصحة الجنسية بالجمعية العالمية للطب النفسي، رغم أنها فازت بعدة جوائز في القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية، إلا أنها تخرجت من مدرسة الفنان وليد عوني للرقص المسرحي عام 2005 وشاركت في العرض المسرحي أهوى سادة في عام 2009. عرفت إعلامياً بآرائها المثيرة للجدل عن الشذوذ الجنسي والحالة النفسية للنساء عن تيل الغربية واضطرابات الضعف الجنسي. ممكن الراجل يكون مفتري وظالم وما بيرعيش ربنا، وممكن الست تكون نفس الكلام. احيانا يبقى الزوج واحيانا الزوجه، ممكن الزوجه تكون عصبيه اكتر من اللازم. هو دايما بيبقى في ايديه كل حاجه. الدليل على كده كمان يعني انا لو عايز اسافر هاخد راي مين؟ ومين اللي هيوافق ان انا اسافر؟ اكيد جوزي. هي اللي بتبقى متحكمه في كل حاجه، يعني هي اللي بتاخد الفلوس من الاب بتصرف هي على البيت المفروض. يعني هو عامه النكد ده صفه وراثيه فينا في الستات او البنات عامه، احنا 24 ساعه لازم ننكد، فرحانين زعلانين لازم ننكد. هو النكد بيجري في دمنا كده. الراجل بيبقى في الشغل 24 ساعه بيجري على اكل عيش والكلام ده، لكن الست طول قاعده فاضيه 24 ساعه، فهي كده كده هتيجي هتنكد عليك. في ستات بتبقى عاوزه الحرق، وفي رجاله زينا بتبقى برضك رجاله مفتريه. هي مش شرط يعني. لا الست بتبقى مفترية اكتر في البيت، لازم كلمتها تمشي، عندها احتياجات كتير مطلوبة وبتاخدها بالبلطجة، مش بتاخدها اللي هو الدنيا بالراحة يعني. واحنا غلابة انت عارف. بما ان احنا عايشين في مجتمع شرقي وبنرجع في معظم الوقت بنرجع للعادات والتقاليد، فاكيد بيبقى الراجل يعني. لو جوزي مصرف هبقى متضايقه لو مش عارفه المصدر اللي هو بيصرف فيه ده ايه يعني، بس لو بيصرف عليا هبقى مبسوطه. هبقى مبسوطه طبعا، هكون مبسوطه جدا بقى، عشان محدش اصلا هيلاقي جوز مصرف اليومين دول، واللي هو اي حاجه اطلبها يجيبها لي. لازم يكون ايه، في حدود في المصاريف، لازم يكون في حدود برضو في البخ. هو مش مبسوطه ولا متضايقه، بس يعني هو لو انا عارفه من الاول هيبقى ليا قرار ان انا اخده واشوف هعمل ايه. هيصرف على البيت، هيخليني محتاجه حاجه،
بس مش هنزل اشتغل. الاسراف اصلا حرام يعني، وفي ناس اولى بفلوس كتير بدل ما نصرفه في حاجات ملهاش لازمه. يعني مثلا لو زياده عن حده مش هكون مبسوطه، بس لو في المعقول خلاص ماشي، ايه المشكله يعني، خير وبركه. يلا ورجعنا بعد الفاصل، ولازم نبارك تاني وتالت ورابع على فوزنا النهارده في ماتش مصر والمغرب الحمد لله، ويا رب يكملها على خير يا رب طول البطوله ان شاء الله. ورجعنا بعد الفاصل لموضوع اجتماعي جدا جدا، والحقيقه هو سؤال كبير بيطرح نفسه على كل الناس وكل اعمار، راجل وست، شاب وشابه، ليه مؤسسه الزواج بقت مؤسسه مش ناجحه زي زمان؟ بقالنا سنين بنعاني من علاقات زوجية فاشلة ونسب طلاق عالية جدا جدا تكاد تكون مرعبة، بسبب بقى عنف الراجل وعنف الست، مؤخرا بخل الراجل وبخل الست، إسراف الراجل إسراف الست، تناقضات كتير جدا 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 جوه البيت وجوه الحياة الزوجية بتعمل مشاكل، ومحدش بقى طايق حد ومحدش عنده استعداد يضحي عشان خاطر حد. النهاردة معانا الدكتورة رضوى سعيد، هي الخبيرة الأسرية واستشاري الطب النفسي في جامعة عين شمس، هنسألها عن حاجات كتير. القصر العيني، أنا أسف، في القصر العيني. أهلا، منورة. الله يخليكي، نورك الله يخليك، منورة. دلوقتي زي ما كنا بنقول حضرتك خبيرة أسرية، يعني إذا كل شغلك في العلاقات الزوجية والعلاقات الأسرية، أكيد أنت عندك ملاحظة أن الحياة الأسرية بقت صعبة ومفككة جدا في الفترة الأخيرة في مصر، في السنوات الأخيرة. فممكن تقول لنا كده باختصار إيه تبريرك البسيط للحالة اللي احنا وصلنا لها؟ الحال اللي انتي بتقوليه هايدي ما هوش بسيط خالص، عشان يبقى ردي عليه بسيط. وطبعا عندي تحفظ في انه بقت في العموم او على الاطلاق الاسر مفككه، في اسر لسه ماسكه نفسها. انا ما قلتش مفككه، انا قلت عندنا مشاكل اسريه، واقصد انه برضو لسه في عندنا الطابع الشرقي في كتير من البيوت بالمقارنه للدول الغربيه. لما بنبص على فكره انه البيت يكمل عبر السنين الزوج مع الزوجة بكل مشاكل بيقابلوها، هنلاقي ان في الدول العربية وفي جمهورية مصر العربية الاسر بتفضل متماسكة على قد ما تقدر حتى مع حدوث المتغيرات اللي حضرتك بتقولي عليها. كان في صورة لطيفة جدا جات لي على الفيسبوك لمستني، وهي صورة عجوز وعجوزة شكلهم عدوا الثمانينات، شعرهم كله ابيض. انتشرت قوي الصوره دي. بالظبط بالظبط. ليه احنا فضلنا مع بعض حتى هذه اللحظه؟ لانه على ايامينا كانت لما الحاجه بتتكسر بنصلحها، مش بنرميها وندور على غيرها. فالكونسبت ده، المفهوم ده لازم نبص فيه كويس، انه سهوله الطلاق يعني عندنا حتى في الأديان غير الإسلام، الأديان القبطية بقى في كلام دلوقتي على تسهيل بعض حالات الطلاق. قبل كده كان ممنوع منع تابو في الدين المسيحي، يعني محدش بيتكلم أبدا في مفهوم الطلاق في الدين المسيحي. فده دلالة على أنه بقى في اتجاه أن مش مكتوب عليا أن أنا أعيش مع راجل بخيل، مش مكتوب عليا ان انا اعيش مع ست نكديه بتسبب الضغط والسكر والسرطان وكل انواع الاضطرابات لانها بتعشق النكد، زي ما التقرير اللطيف اشار في بدايه الفقره. فالبوينت هنا انه الطلاق بقى هنا مفر وحل، ولانه بقى متاح، ولانه وصمه الطلاق قلت في المجتمع. طيب الدنيا بقت اسهل. طيب خلينا نتعامل كأن حضرتك مركز قياس، يعني ان اكيد بيجي لك نفرض مثلا 100 حاله او 50 حاله، كم في الميه الراجل غلطان وكم في الميه الست غلطانه؟ يعني احنا عندنا دايما انطباع ان الست كان زمان تحابي على بيتها، ورغم اني مش عارف يعني ايه تحابي دي، بس اكيد انا هشرحلك بعدين يعني اسالينا في الموضوع ده. تحابي على بيتها وخلي بالك من بيتك، جوزها يضربها يرجعوها البيت تاني، يرموها في الحيطه ترجع تاني، الست ملهاش غير بيتها، ده الراجل ملهاش غير حيطه. لكن المصطلحات دي اختفت نسبيا، هل ده دلع من الست ولا افترى من الراجل ولا العكس؟ شايفه النسبه كام وكام؟ بص انا دايما بحب العينات اللي انتوا بتعملوها، يعني انتوا عملتوا استقصاء في الشارع على اسئله مختلفه، فلو حضرتك لاحظت هتلاقي الراجل في معظم الاجابات كان بيقول هي اللي مفتريه، هي اللي بتتحكم، هي اللي بتقرر ايه اللي يتصرف فين وامتى، وانه احنا غلابه،
يعني ده كان يمكن لسان الراجل في معظم الحالات ما عدا حاله كان بيقول احنا في مجتمع شرقي وبالتالي الرجل هو المتحكم، وده طبعا كونسبت بقى شويه محتاج نبص فيه، لانه في معظم الاحيان الست هي اللي بتدبر امور البيت، مش بس لان هي المتحكمه، لانه عاده الرجل منشغل بالشغل وهي اللي بتبقى ادرى بامور البيت، وكمان هي لما بتحصل مشكله هي اللي بتقسم المصروف ولما بتحصل مشكله هي اللي بتلبسها، يعني لما الولد محتاج درس وما بيش عارف ياخد الدرس بيمسك في رقبتها، هي اللي حاسه بمعاناه الاطفال يمكن اكتر من الزوج اللي بيبقى مشغول معظم الوقت علشان يكفي طلبات البيت. هو اكيد مش في كل الحالات بالظبط يعني. طيب بالظبط حلو قوي. كم وكام شايفاها النسبه ماشيه كم وكام؟ بص يعني انا بشوفها 50-50 50-50. ليه؟ لانه احيانا بيبقى الزوجه هي اللي جايه تشتكي من ان الزوج متعب بخيل، ما بيبسطهاش في السرير، ما بيديهاش عواطف، لان الست بتهتم جدا بان يبقى في عواطف وفي حنان وفي اهتمام، الرجل بيهتم بانه حاجته تبقى مقضيه، يبقى في نظام في البيت، والكل قاعده زي ما حضرتك بتقول شواذ، في رجاله بيهتموا جدا بالعواطف وتبقى الست قاسيه وعنيفه، بيبقى عندها سمات رجوليه طبعا اكتر من المعتاد. هقف عند حته العنف دي، لانه يقال مؤخرا وصلحي لي اذا كنت غلطانه ان المراه ازدادت عنف في البيت وازدادت شراسه، وان بقى نسبه الستات اللي بيضربوا جوازاتهم للاسف عاليه جدا، وان احنا اخذنا مواقع متقدمه على مستوى العالم في عنف المراه في البيت. هل ده حقيقي ولا اشاعات؟ هو يعني على ما اعتقد من شغلي في العياده على الاقل، بس علشان اقول كلام مضبوط علميا لازم يكون في احصائيات طبعا. فالاحصائيات اللي مش بس في مصر، اللي على مستوى العالم بتقول انه هرمونات الذكوره بقت اكثر ارتفاعا عند المراه، وهرمونات الانوثه بقت اكثر ارتفاعا عند الراجل. ده خطر اكبر. فيعني مشكله. فالنقطه هنا ان احنا ابتدينا نقرب مع بعض. طب وده ليه حصل؟ لانه الدور الاجتماعي ده دي طبيعه البيولوجي، دي طبيعه المخلوقات في الدنيا كلها، زي ما الحربايه لما بتتعرض للخطر بتغير لونها، تعمل حيله بيولوجيه علشان ما تتاكلش، علشان ما تتقتلش. ده تطور الانسان يعني. فده تطور، نوع تطور ضغوط الحياه على البني ادمين سواء كانوا بقى ذكور او اناث. طب بمناسبه الحربايه بقى، الست الحربايه نعمل معاها ايه؟ طب والراجل الحربايه نعمل معاه ايه؟ مش هتقول لنا انت بقى احنا اخترنا دلوقتي في انثى الحربايه دلوقتي. لا ما هو بالظبط في طبعا راجل حربايه، وما اكثر الرجال الحربايه اللي ايه بقى هو مفهوم الراجل الحربايه؟ اللي متجوز على مراته ومش قايل لها، اللي بيصاحب عليها ومش قايل لها. ما هو حربايه كده ضيعتي كل رجال مصر كده كلهم حربايه. هو عايش مين مش حربايه بقى؟ هو عايش بوشين. ما الحربايه هي اللي بتظهر شيء غير حقيقتها، بتتحول للون الشجره عشان تبان كانها جزء من الشجره بدل ما تبان على انها حيوان او مخلوق الحربايه. فالحربايه هنا راجل وست، وده نوع من انواع حمايه النفس من ان انت تخسر شيء. يعني الراجل اللي رايح يصاحب على مراته ده هو بيحب مراته على فكره، مش ما بيحبهاش، بس هو مش لاقي حاجه بيدور عليها مع الاخرى فرايح ياخدها. لا ممكن يكون بيحب التنوع. هو مظلوم اهو. لا ما قالوش مظلوم، بيحب التنوع يا دكتور. دكتوره غضبه بتعلن ان الراجل اللي بيصاحب على مراته كده خالص. راجل طبيعي جدا بس بيدور على حاجه. فكره انت هتقولها كلام ما قالتوش. يعني تصريح اهو. لا انا ما قلتش التصريح ده طبعا، لانه لو احنا قابلنا هذا التصريح، ما هو دايما التصريح له وشين، هيبقى ده معناه برضو ان الست اللي مش مبسوطه مع جوزها ينفع تصاحب على جوزها وده يبقى مقبول. احنا نخرج بره المنطقه الشائكه دي وخليني اسالك سؤال تاني خالص. بقى مش هينفع لا ده ولا ده. اسالك سؤال تاني خالص دلوقتي، احنا يعني معروف ان البخل من المساوئ يعني او الصفات الشخصيه السيئه جدا جدا اللي صعبه على اي انسان انه يتقبلها، بس لما بتبقى الست بخيله اعتقد بتبقى اخف من الراجل البخيل. لا لا يا هايدي لا، يعني البخل صفه بشعه حقيقه عند الطرفين، وصفه يعني من الصعب تغييرها، هي دي المشكله الاكبر. انه لما بيكون الانسان بخيل في مشاعره، في احاسيسه، في الاشياء الماديه اللي هو بيشارك الاخر يعني فيها، يعني ده شيء بيبقى صعب. هو المشاعر كمان بتبقى صعبه قوي لما حد بخيل عليك مشاعره. خدي بالك والمشاعر زي ما حضرتك بتقولي، مش بس الزوج، يعني ممكن جدا الشخص البخيل ده يبقى بخيل على اولاده،
يبقى بخيل على اسرته. اسمحي لي اختلف مع حضرتك في حته البخل في حاجه. وانا شايف ان البخل الايام دي نسبي، بمعنى ان الستات بتتهم رجاله كتير قوي بالبخل، تقول لك ده بخيل. وهي بتبقى ليه اصلا ما جابليش الشنطه اللي مش عارف ام 50,000، قلت له عايز اسافر باريس زي صاحبتي، قال لي لا ظروفنا مش عارف ايه. ما هو البخل دي كلمه برضو ممكن تكون الست بتضغط بيها على الراجل، ما بقاش في سقف للانفاق في حاجات معينه. عايزه تغير الموبايل كل مثلا كام شهر، وهو راجل شغله مش قد كده. البخل لغايه فين يعني؟ انا محترمه جدا يعني طرح اللي حضرتك بتقوله، لانه الفكره كلها نسبيه. ولكن لو حضرتك بتتكلم على الست اللي عايزه تجيب الشنطه ام 50,000 جنيه اللي جوزها دخله 50 مليون جنيه، فهو طبعا هي نسبه وتناسب بالنسبه لهو، طبعا بخيل لانه مش عايز يجيب لها الشنطه. طب ما يمكن هو شايف ان حرام الشنطه تبقى 50، معاه ال 50 مليون بس شايف 50,000 دول ممكن يروحوا للغلابه مثلا. لو كان الشريحه المجتمعيه اللي بينتمي ليها هذا الكابل او هذا الثنائي من النوعيه اللي بتروح تسافر باريس وتسهر معرفش فين ولهم حياه ذات طابع خاص، فهم هنا في معايير، في شيء اقدر اقارنهم بيه. غير لما يبقى حد دخله كله 500 جنيه او 1000 جنيه، فاذا لو جاب لها ورده 8 جنيه يبقى هنا هو فكر فيها ومضحي. طيب ناخد فارس من اسكندرية. استاذ احمد اتفضل. استاذ فارس انا ليا تعقيب بس على الرجل والست. اتفضل يا فندم. يعني انا يعني بتتكلموا ان يعني الست هي السبب. ممكن حضرتك تعلي صوتك بس شوية؟ حضرتك بتتكلم ان الست هي سبب النكد. لا انا ما قلتش كده. لا انا قصدي يعني اللي هي كده اصلا. لا هو يعني التقرير كان في ناس بتقول كده طول الوقت، بيروح يلاقي الست ضربة تعصيبة، يعني عم عبد البابا احلى منها، لازم يتعصب ويتنفذ اصلا. طب ما برضه اقول لحضرتك حاجه، انا راجل وممكن اجي في صفك وتبقى العمليه حلوه، بس بصراحه ما هو عم عبد الباسط ده صاحيه 6 الصبح تلبس الاولاد للمدرسه وراحت شغلها وركبت اتوبيس ورجعت، والدنيا يعني 20 ساعه ما فصلتش. انت متخيل هتبقى ايفاء وهبي ازاي؟ ما لازم تبقى عبد الباسط. لا لازم برضه يعني الراجل من حقه يعني ما يرجعش طول النهار في الشغل. انا موافقاك على فكره يا فارس، وموافقاك كمان انه لازم يبقى في فصل ما بين اللي بره البيت واللي جوه البيت، بس هي علشان تعمل كده لازم انت تكون بتشجعها، لازم انت كمان توحي لها بان انت عاوز ده، تديها الدافع، تعمل مبادره. فخد بالك ان كل حاجه هات وخد، عامله زي البينج بونج. فلو هي قافله ازاي تفتح شهيتها للقصه؟ لو انت قافل ازاي هي تنكشك؟ فما تبقاش الكوره في ملعب حد بس. لا بس في ستات بتحب النكد. انا معاك، وفي رجاله برضو بتحب النكد ولا ايه؟ لا على فكره احنا مش نكديين طول الوقت، احنا ساعات يعني بنبقى نكديين، بس كمان في رجاله نكديين كتير جدا وبيحبوا الخناق وغيورين بزياده وبتوع مشاكل وحاجات كتير. خلينا نقول ان في اناس نكديين. لا بس هو النكد صناعه نسائيه، دي حاجه معروفه. انا اختلف يعني مع حضرتك يعني جدا. يعني في ستات بتتمزج بتستحلى النكد، يعني تلاقيها عارفه اللي هو ايه، بتتلذذ بتحطيم جوزها. رجعت يا ابني، يعني اللي هو ايه، دايما نظره السخريه، او يعني ان ايه، بس بتحطم إن الحاجات الحلوه اللي في حياتها عشان هي بتنتقم منه بشكل ما. وانا برضو عايز اسال حضرتك، طب هو ليه يعني اختار الست النكديه؟ يعني خلينا نبص برضو في انه الراجل بيدور على معايير معينه علشان يرتبط، ومن ضمن المعايير المعينه دي ان الست تكون مؤدبه ومحترمه ومتحفظه وعليها 20,000 خط. دكتورة ثانية واحدة بس عشان معانا أيمن من الفيوم. أكيد. أستاذ أيمن اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ هادي؟ الحمد لله تمام. أستاذ أحمد أهلا بيك. أهلا أستاذ أيمن. الله يخليك يا فندم. اتفضل يا أستاذ. نور الشاشة حضرتك. الله يخليك من ذوق حضرتك يا أستاذ أيمن. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل حضرتك. حضرتك والله بالنسبة لموضوع الحلقة النهاردة وموضوع كويس وجميل. أيوة. النكد راجل ولا ست يا استاذ ايمن؟ الراجل طبعا. الراجل هو اللي نكد. يا عيني عليك يا استاذ ايمن، والله نصفتنا اخيرا. بعت بكام يا ايمن؟ بعت نفسك بكام يا عشري؟ والله رفعت راسنا. انت شايف ان الراجل هو اللي بينكد؟ ماشي. شاهد من اي راجل تساله فيرد على حضرتك. ناخد محمد من القاهره. محمد انصفنا يا محمد، النكد راجل ولا ست؟ راجل. الو. الو. محمد مساء الفل. يا فندم مساء النور. الزوجة اللي مفترية ولا الراجل اللي مفتري يا محمد؟ أنا بس كنت عايز أقول حاجة للدكتورة. اتفضل يا فندم. مش كل سؤال ترد عليه هي بسؤال. يعني مش واحد يقول لها في زوجة زي كده تقول له في راجل نكدي. واخد بال حضرتك؟
هي فندم هي بتوضح ان احنا مفيش تعميم او بلاش العموميه اصل هي حضرتها هي رافضه ان هي في ست نكديه. مين قال بس؟ لا يا فندم. طب اتفضلي يا دكتوره. مين ليه وصلت لا يعني واضح ان الموضوع ده فارق معاك. لا عشان دي واقع موجود مش فارق حضرتك. يعني فدي ضايقتك. لا حضرتك بتدافعي وخلاص الدفاع كست انت كده ما بتتكلميش كمحايده. لو حضرتك سمعت كلامي كويس هتلاقي ان بالعكس لما كان احمد وهايدي بيتكلموا عن الراجل بشكل سلبي انا قلت ان الراجل ممكن يكون كويس، ولما كانوا بيتكلموا عن الست بشكل سلبي قلت ان الست ممكن تبقى كويسة. صح. فحضرتك يعني غالبا لما سمعك جزء من كلامي وجعك، فما تقول لنا حاجة حاجة مهمة بقى، يعني ايه اللي انت عايز تشاركنا بيه علشان تفيدنا وتفيد المشاهدين. طيب هو الاتصال معانا الاتصال؟ لا اتقطع. معانا استاذه فاطمه من اسكندريه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مدام هيدي؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بحضرتك يا فندم. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا. انا رايي ان النكد عامل منقسم بين الرجل والمراه. يعني هما الاثنين اعباء الحياه بتخليهم مهمومين بالمسؤوليات اللي وراهم، وخصوصا اذا كان في اولاد وفي مصاريف كتيره في البيت. فما بيبقاش فيه يعني مجال. هي بتبقى مشغولة تماما بمسؤوليات اللي وراها، سواء داخل البيت أو خارج البيت أو متابعة الولاد في دروس أو في المدارس أو الكلام ده، وهو بيبقى مشغول إن هو يوفر لهم الفلوس لالتزامات الحياة الضرورية. ما بيبقاش فيه وسيلة إن هي تعمل حاجة مرفهة، يعني ما بيبقاش فيه فائض. في فئة كبيرة من الشعب ما عندهاش فائض للترفيه او فائض ان هي تمنجح نفسها بمعنى اصح. طب عايز اسالك سؤال، مين اللي مفتري اكتر الراجل ولا الست؟ والله يا مدام هيزي يعني انا شايفه ان هما الاثنين لازم يريحوا بعض. هو ساعات بتبقى الست وساعات بيبقى الراجل، يعني حسب الموقف حسب الشخصيه والظروف اعتقد ودخلهم كمان. لما كل ما الدخل بيبقى مرتاح يعني في دخل جامد ومرتاحين نفسيا هتلاقيهم نفسيا حلوين جدا مع بعض. صح. كلام مظبوط، كلام موزون. صح كلام حضرتك رائع. يعني انا شخصيا بشكر حضرتك على المداخله لانك اشرتي النقطتين في منتهى الاهميه. اول نقطه حكايه ان كل ما الناس كانت الضغوط والاعباء الماديه والاقتصاديه عليهم اقل، كل ما بقى عندهم مساحه ان هم يدوروا على الكماليات اللي هي من وجهه نظرهم كماليات، مع انها من يعني انا في رايي اهم. ساعات الحب بيبقى رفاهيه يا دكتور، يعني وصلنا لمرحله ان الناس بتقول ان الحب رفاهيه وممارسه الحب وانك تعيشي حاله الحب ده رفاهيه، ضغوط الحياه بتخليكي مش قادره تعيشيها. اللي الناس مش عارفاه انه من غير نفس، النفس ده مش بس الهوى، انما النفس ده هي اللحظه اللي انا برتاح فيها بسترخي. بس بصي دكتور دايما بختلف مع النقطه دي في حاجه، يعني طبعا الظروف الاقتصاديه مش حلوه وبتؤثر على كتير جدا من البيوت المصريه، بس انا اعرف ناس فقراء وفي منتهى السعاده والرضا وقناعه وطيرانين ببعض، واعرف كتير جدا اغنياء وفي حاله نقمه على حياتهم وخيانات وكره وبخل وقولي للصبح امراض من امراض اللي هي ايه سوء العلاقه الزوجيه. فما بحبش الربط، يعني بحس هو طبعا الضغوط الاقتصاديه بتخلي الواحد يفقد جزء كبير من رومانسيته، بس ليه دايما يعني النغمه الجديده اصل الظروف اصل بتاعه هو الحب بقى يعني مكلف قوي كده. الحقيقه الحب مكلف، يعني خليني ابقى واقعيه مع حضرتك، والابحاث العلميه بتربط ربط مباشر ما بين الحاله الاقتصاديه والحاله الصحيه والنفسيه والجنسيه للاشخاص. فالنقطة دي يجب ان احنا نتكلم عنها بواقعية، لكن النقطة اللي حضرتك بتشير اليها وانا شايفاها نقطة رائعة وهي الرضا، انه لو انا حتى اللي معايا قليل ومش كل اللي نفسي فيه ان انا استمتع بالموجود. يعني لو انا ما عنديش فلوس اروح اصيف في الساحل الشمالي، طيب ما هو انا لو طلعت يوم راس البر ولا العين السخنه ولا ما اعرفش يعني كل واحد ومقدرته، او يوم اسكندريه قضيت اليوم ورجعت، طب ليه ده ما يبقاش وقت جميل ولطيف واعمل احسن حاجه بيه؟ لو انا مقتنعه ان انا هنبسط بيه هنبسط بيه، ولو انا عايز انبسط بيه. طيب معلش المداخلات معانا كتير جدا دكتور رضوى، الموضوع طبعا جماهيري. هناخد استاذ عبد الرحمن بن بني سويف. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. مين المفتري، الراجل ولا الست؟
لا راجل يا فندم. نعم؟ الراجل يا فندم. الراجل مفتري؟ خد بالك كل الرجاله بيتكلموا مفتري جدا، لانه المرأة دي ليها تعامل خاص طبعا. طب انت صعيدي، انت صعب رحمه، انت راجل صعيدي من بني سويف، يعني كنت منتظر منك اجابه عنيفه. لا هو ما يقبلش ان الست تبقى مفتريه عليه. نشكرك استاذ عبد الرحمن. معانا مين تاني؟ صح، هو ما يقبلش ان الست تبقى مفتريه عليه، لازم هو يبقى مركز القوه. حلوه قوي، حلوه قوي النقطه دي هايدي، لانه غالبا الناس اللي بتتكلم دي عندهم شركاء حياه، يعني يا اما زوجته جنبه يا اما بتسمعه وهو بيتكلم. فيعني قد ايه الرجاله اللي دخلوا عملوا يعني مداخلات حريصين على شركات حياتهم، وكأن هو بيعمل يعني لمسة أو بيعمل حركة لطيفة إن هو يلمسها من خلال البرنامج ويقول يا ستي أنا اللي مفتري، وستي أنا اللي وحش، حقك أنا اللي وحش وأنتي اللي حلوة، يعني جاستشر حلوة قوي منهم. طب معنا هيثم اسكندرية. أستاذ هيثم. ألو. ألو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. بمسي على حضرتك ومسي على الاستاذ احمد. اهلا بيك استاذ هيثم. اهلا بيك. مين اللي مفتري بقى، الراجل ولا الست؟ حضرتك اول حاجه انا لسه مطلق امبارح. طب الجرح سخن، الجرح لسه سخن. لسه الجرح سخن. انا رايي بلاش نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. يا هيثم انا عايزك تفضفض حضرتك. فضفض وقول بقى. انا مطلع مراتي يا استاذ احمد عشان خاطر مراتي مفتريه، اقول لحضرتك ايه؟ عايزة كل يوم النهاردة نتفسح في المنتزه، النهاردة نروح المعمورة، أختي اشترت شقة، النهاردة بابا جاب شقة لماما، اكتب لي شقة باسمي، وأنا راجل موظف بقبض 2000 جنيه في الشهر، هجيب منين كل ده يا فندم؟ طب ما كانش في حل غير الطلاق؟ صراحة يا فندم احنا الحمد لله أنا بحمد ربنا إن أنا خلصت من الموضوع ده. في أولاد؟ دي بنتين. ياه بنتين؟ عموما يا سنة الحياة وأبغض الحلال، وربنا يوفقك وتربيهم أحسن تربية إن شاء الله. نشكرك أستاذ هيثم. دكتورة نتكلم بقى في حاجة تانية، هو المشكلة سوء الاختيار؟ يعني كتر الطلاق ده ليه علاقة إن أنا يعني دايما أسمع يقول لك إيه جالها عريس طيب وابن حلال، هو إيه يعني إيه طيب وابن حلال؟ يعني أنا أعرف يعني ممكن واحد يبقى طيب وابن حلال وزي القمر وشبه رشدي أباظة وي وي والكلام ده كله ومفيش كيمياء أو مفيش، بس هي البنت عشان هو الباكج أو المجموعة على بعض كده عريس حلو شيل، هل ده ليه علاقة بكتر الطلاق؟ بالتأكيد، وإنه إحنا في مجتمعاتنا الشرقية المتدينة اللي معروفة بتقاليدها ما بيبقاش في فرصة إنه يبقى في تقارب ومعايشة للطرف الآخر فترة طويلة تسمح بإن أنا أعرف الشخص ده بجد بقى عامل إزاي بره كل الأقنعة أو الأقنعة اللي هي يعني هو أو هي لابسينها قبل ما يتقفل عليهم بيت واحد فيخلعوا كل الأقنعة دي علشان كل واحد يعرف بقى حقيقته، اللي مهرجل واللي عصبي طول الوقت واللي بيصحى من النوم مش عايز حد يكلمه لمدة ساعتين. يعني أي جملة قافل قافل كده يعني صباح الخير، هو مش عايز يبذل مجهود إن هو يرد ويقول صباح الفل، لا يعني سيبوني مع نفسي لمدة ساعتين. وأحيانا بتبقى الزوجة، يعني مش لازم بس يبقى الزوج، وانه هي دلوقتي وراها 100,000 حاجه غيرك، انت فاكر نفسك الوحيد الموجود في البيت ده؟ لا، في الاطفال وفي المهام اللي هي هتعملها كربه منزل، فدي حقيقه بقى كل واحد. احنا كنا نعمل ايه يعني البطيخه المقفوله اللي اهالينا بيقولوا عليها دي، مفيش حل نعرف البطيخه جواها ايه من الاول؟ لا ما اعتقدش ان الناس دلوقتي ما بتعرفش بعض، يعني حتى لو ما فيش العلاقه الكامله ما بين الطرفين، لكن في خروج ودخول وعلاقه يعني والله ولا في الكلام ده، هو عريس لقطه لا خدها وانت مروح. على فكره في ناس كتير بيعرفوا بعض وبيحبوا بعض سنين طويله قبل الجواز وبيتجوزوا وبيطلقوا برضو. ايوه بيحصل، فيعني بس مقاييس الحسابات بتختلف. غلط في جواز صالونات وبينجح. كل كلامك صح وكل كلامك صح، انتوا الحقيقه الاثنين بتكملوا صوره، فالصورة انه احنا في الاول ممكن نكون معرفناش بعض كويس، وبعدين بعد شوية لان احنا بنكبر في السن بنتغير، احد الطرفين ممكن يكون اتغير وتطور واختلفت رؤاه وجهات نظره، ويحتمال يكون حد مثلا ارتبط بواحدة لانها شكلها متحفز ومهذبة ولطيفة وبتكمل البورتفوليو اللي حضرتك قلت عليه، ولكن مع الوقت هو زهق، هو مخنوق من ده، هو عايز واحدة تخرج وتروح وفي الحقيقة وتيجي. مش هو ده اللي عايزه، هو بس كان عايز الشكل ده، لكن في الحقيقة هو عايز اللي تخرج وتروح وتيجي او انه اتغير او انه اختلف.
فبالتالي الاتنين صح. احنا ما بنعرفش بعض كويس، وكمان فاحيانا كتير الحياه بتاعه الشخصين بتنفصل، فتبقى هي الام اللي هو المصطلح الحياه خلصت، انتوا سبتوا بعض ليه؟ خلصت في ايه؟ لا هي زي الكل بس خلصت. طب ناخد احمد من اسكندريه نشوف ايه الموضوع. استاذ احمد اهلا بيك. اهلا بيك حضرتك، اتفضل يا فندم. انا من رايي يعني نقول الست، الست هي النكديه وهي المفتريه. وهي المفتريه هي طبعا مفتريه ونكديه الاثنين مره واحده يا شيخ. والله الاثنين. طب الراجل يعمل معاها ايه رايك؟ الراجل يتصرف ازاي؟ الست اللي هي الراجل الجو اصلا. الست ممكن تكون الراجل مروح من الشغل تعبان ومضغوط، وتيجي الست ساعه تفضل طلبات بتاع، المفروض الست تبقى خفيفه على الراجل مش تبقى تقيله يعني. ده من وجهه نظري انا يعني. شكرا يا استاذ احمد. انا بقى عندي حته بس عشان واقفه في قلبي انا وكل رجاله مصر. فرصتك. ديني فرصتي. رؤى نور الفنانه نوره في فيلم العار هي حلم كل رجاله مصر. ليه؟ ممكن حضرتك توصفها لي؟ طب والمشاهدين حد ما يعرفش رؤى؟ لا انا عايزه حضرتك تقول لي وجهه فيلم نظرك. العار ده كان هو كابو كمال متجوز رؤى، دي كانت هي من طبقه شعبيه، وبيروح تلاقيه عامله له الشيشه ويعني بتعمل له مش عارف مساج وتدلعه وتهننه، وهي بنت يعني بلدي جدا، وابوه جه يجوز واحده غنيه
معرفش بقى واحده شبهها او هي، مش عايزين نعلق على احكام القضاء، بس هنشوف بكره الحلقه، حلقه في منتهى الاهميه وفي منتهى الخطوره، وردوا على الهاشتاج ونشوفكم بكره ان شاء الله.